عز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام مجدي سليمان، استشاري جراحات ومناظير العمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو جمعية العمود الفقري الأمريكية والأوروبية، ضيف العزيز الرائد القدير لعلم المناظير. أهلا بك. أهلا بك دكتور عين، منورني وسعيد جدا بهذه بنورك الزيارة. بنورك. قبل ما ندخل في إيه رأيك في اللي احنا شفناه، التصرفات الناس برقبتهم؟ أفا دلوقتي في مشكلة كبيرة أوي بالنسبة فعلا للرقبة، مشكلة الموبايل داتا. دلوقتي الرقبة هي يعني في طرف الجسم فوق، فهي العضلات بتتحكم فيها عضلات صغيرة. انت عندك عضلات الأمامية هنا صغيرة جدا، وبرضو الخلفية. الرقبة ربنا خلقها لنا انها فيها دوران للخلف، كيرف لورا. لو جينا يعني من الأشعات، المفروض الرقبة الطبيعية بتبقى فيها ميل لورا. احنا كل حركات حاليا دلوقتي، سواء لو بتاع الموبايل عامل كده، انت دي عكس الطبيعة اللي ربنا خلقها لك، انت منحني لقدام مش لورا. نفس الكلام برضو لو انت قصادك شاشة كمبيوتر او حاجة ومايل كده، برضو ده عكس الطبيعي. فانت كتير او ممكن رقبتك تكون سليمة، بس الوضعيات ديت نفسها بتعمل لك الام مزمنة، وتقعد تروح لدكتور والتاني وتعمل اشعاعات ما يبقاش في حاجة، بس انت متأزم. ليه؟ لان انت الوضعية اللي انت عاملها للرقبة ديت الغلط، عاملة تحميل، عاملة اكسنتريك لود، يعني تحميل مش مركزي على الرقبة مش طبيعي، فبيعمل شد عضل مزمن في الرقبه. تلاقي تقلصات في عضلات الرقبه الاماميه والخلفيه، وبعد شويه الدوران بتاع الرقبه ده يبتدي يعني يتغير الصفه التشريحيه بتاعت الرقبه، وتبقى منحنيه بقى لقدام مش لورا، وده بيعمل الام مزمنه عندنا. ده غير الانزلاق الغضروفي، ده مجرد بس يعني مجرد الوضعيات الخاطئه. الجزئيه الثانيه طبعا حضرتك قلتها بالنسبه للويبلاش انجري، اللي هي زي ضربه الكرباج دي، اللي هي في الحوادث بقت شر. يعني لو في عربية حد ممسوك بحزام أمان ففرمل، فراسه رجعت لورا وقامت جاية تاني لورا، ودي هنا جت بقى ميزة الإير باج، إنها بتمنع إن أنت تترمي لقدام. بالنسبة قلنا العادات الخاطئة، يبقى احنا عندنا إن هي توطيات كتيرة لقدام في الشاشة، أو برضو الجانبية زي ما حضرتك كنت تقول في البنات، او في وقت قعد كمبيوتر تلاقي الشاشه باصين كتير قوي لتحت. فالناس دي بننبهها لو سمحتوا ما ينفعش، حاول لو انت عايز تمسك الموبايل دايما الموبايل يبقى مرفوع قصادك. لو شاشه الكمبيوتر لازم ترفعها، يا اما ترفع الشاشه على المكتب، يا اما تنزل الكرسي، عشان انت في الاخر مستوى رؤيتك يبقى كده ما يبقاش لتحت. المخدات يفضل الناس اللي بتعاني من الام الرقبه انها تنام على مخدات بتبقى فوم، او اسف اللي هي بتبقى الفوم العاليه، على اساس ان انت لو نمت هي بتهبط بتاخد الارتفاع المناسب بتاعك. بنسميها مخده فايبر، بتتشكل على الفايبر. على حسب هي الفايبر، مخده الفايبر تبقى عاليه بتهبط بتاخد الارتفاع المناسب ليك عشان ما تلوحش رقبتك لفوق او لتحت. طيب دلوقتي لو مريض بقى ما عندوش يعني مجرد شد عضله، لو عنده انزلاق غضروفي، ايه الاعراض بتاعته؟ هو بيبتدي الاول اعراف المنطقه اللي هي في الرقبه، بيكون عنده الام مزمنه في منطقه الرقبه، بتطلع لفوق بتعمل صداع، في بعض الناس ممكن تعمل لك دوخه، بتنزل بعد كده على الصدر من الامام او على الصدر من ورا، تعمل نغزات في الصدر من ورا. بعد كده لو ابتدت تضغط الاعصاب بتنزل على الدراع. احنا عندنا في الدراع هو مش مجرد الم في الدراع وخلاص، عندنا خليطه عصبيه، يعني في مناطق بتغذى بالعصب الثالث، مناطق بالعصب الرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا، شبكه في الدراعات على حسب اني عصب المضغوط، وبالتالي بيبان لنا الالام فيها. فهو الالام بتبقى نازله من الكتف، نازله على الدراع، على الساعد، بتميل في الصوابع، سواء بقى في الصوابع الكبيره او الصوابع الصغيره، بنقدر نشخص على ضوءها. لو الغضروف حجمه كبير شويه بيأثر على الحركات الدقيقه بتاعت الايد، تأثر لنا على التحكم في مسكه القلم او عد الفلوس او بيزر قميص او بيلعب بيانو او غيره او بيعصر ليمون، كل الحاجات دي بتأثر. وفي الدرجات العاليه برضو لو أثر بقى على الحبل الشوكي نفسه بتأثر على المشي، بتلاقي ان هو مشيته اتغيرت، بيبقى عامل زي الانسان الآلي او ماشي بيزحف. كل دي هي اعراض اللي هو الانزلاق الغضروفي، لازم نفرقها بينها وبين مشاكل في الكتف، او في حاجه بيبقى احيانا في اختناق في العصب في الرسغ هنا بيعمل تنميل في الكف، فلازم ما يحصلش خلط بين ده وبين ده. وفي بعض الحالات بيبقى عندها دبل كراش، يعني العصب مخنوق هنا ومخنوق هنا في الرقبه، برضو لازم بالفحص وكده نقدر يعني عشان نعرف اني مشكله اكبر، ولا الاتنين محتاجين علاج، ولا ايه الوضع بالظبط. نشخص ازاي؟
بعد الكشف الكلينيكي احنا بنشخص بالاشعه الرنين المغناطيسي. لو الرنين المغناطيسي ما طلعليش الاجابه الكافيه، في بعض الحالات بحتاج اعمل حاجه اسمها رسم عصب. يعني انا لو عيان عندي بيشتكي جامد قوي وفي نفس الوقت الرنين مش مطلع لي حاجه، رسم العصب ده بيقيس الكهرباء في العصب، فلو في اي اختلال فيه هيقول لي هي فين المشكله، موجوده في اي منطقه. فدي بنحتاجها بس مش في كل الحالات. بعد ما بنشخص سواء بدأ بالفحوصات دي، بنحتاج بعد كده بقى نبتدي بمراحل العلاج. مهم قوي في مراحل العلاج بتاعه الرقبه، الاول حاجه الوضعيه الصح. يعني انا لو عندي مثلا مدرس واحد بيشتغل مدرس او واحد بيشتغل في شركه كتير على الكمبيوتر، مش هينفع اكتب له علاج من غير لما اكتب له رقبه. الهدف من الرقبه انها تمنعه ان هو ياخد وضعيه غلط. يعني هي الفكره كلها ديت، الرقبه اللي موجوده هنا هتمنع الحركه دي عشان ادي ريست المنطقه دي كلها. وبندي ادويه باسطه العضلات، مهم قوي في المرحله بتاعه الرقبه. وبندي ادويه برضو مضاده التهابات، في ادويه بتقلل الام الاعصاب، عيبها شويه انها بتدوخ، فبندي جرعات قليله الاول. وبعض الحالات بنحتاج ندي جرعات بسيطه من الكورتيزون. في تمارين برضو مهمه للرقبه، يعني بتبقى الاطاله العضله الرقبه من الامام، واحيانا بنعلمه حركه مانيول ان هو يشد الفقرات، بس دي حاجه حركه بسيطه مش عنيفه خالص، ان عشان تريح خارج الاعصاب. كل ده في العلاجات التحفظيه بتاعتنا. بعد كده لو لقينا في ما فيش استجابه وبرنين مغناطيسي الضغط على الغضروف حجمه صغير ضغط على العصب، ممكن بنعمل ترد حراري وبيكون ناجح. بس برضو زي ما قلت لازم ننقي الحالات، مش كل الحالات ينفع لها الترد الحراري. لو الغضروف حجمه صغير ممكن ساعتها نعمله ده. هنقرب بقى من العمليات، خلاص قررنا ان احنا نعمل جراحات. تمام. العمليه هي تقوم على انها بنعمل فتح امامي. العمليه الجراحيه بتبقى فتحه هنا في حدود 7 ل 8 سم في رقبه من الامام، بنعب بيها الحنجره والشرايين، بنوصل للغضروف وبنشيله ونركب مكانه دعامه صناعيه. حاليا طبعا الكلام ده اتغير، بقينا بنعمله بالمنظار من الفتحه ديت. هنا الفتحه بتاعتنا تبقى 1.5 سم، بنشيل غضروف نفس التفاصيل الجراحيه بالظبط لغايه لما نوصل نفضي خالص الاعصاب، السكه قصاد الاعصاب، ونحط الدعامه بتاعتنا. وبنعملها من فتحه كلها على بعضها 1.5 سم، سواء عندي 3 أو 4 غضاريف كلهم بيتعملوا من نفس الفتحه، بتبقى فتحه بالظبط. بقول المريض ادعو للصباع، بيقدر يخرج يمشي في نفس اليوم، بيروح تاني يوم بيرجع في شغله في حدود اسبوع من العمليه، والموضوع بيكون خلص على كده. ده المكان بتاع الجرح بالظبط. طبعا بيتقفل تجميل، ما بيكونش لاي اثار. عايزني هنا طبعا زي ما حضرتك قلت ان احنا هنبعد خالص عن مضاعفات الجراحه وفتره النقاهه الطويله. يعني مثل المنظار ان هو هياكل لنا او هيودي المشاكل بتاعه الجراحه اللي كان العين بيشتكي منها قبل كده، ان هو بيرقق كتير بعد العمليه، او يجي له التهاب في الجرح، او يجي نزيف او غيره، او رقده في مستشفى كذا يوم. الكلام ده كله ما بنوجهوش في المنظار الحمد لله. عايزين نشرح بقى للناس عشان الناس تفهم الفرق بين الجراحه بالميكروسكوب وجراحه بالمنظار، لان ساعات يحصل خلط بين الاثنين. هو ده دايما بيحصل. دايما بيحصل. اصل هما كلمتين قريبين من بعض، ميكروسكوب ومنظار. الميكروسكوب هو عدسه مكبره، يعني انت بتفتح وبتلبس زي عدسه عشان تكبر لك الانسجه جوه. المنظار انت ما بتفتحش خالص، انت بتفتح فتحه صغيره جدا، بتدخل الكاميرا جوه جسم العيان من جوه، بتنقل لك الرؤيه بره على شاشه خارجيه، فبتقدر تعمل العمليه من غير ما بتفتح، هي بتبقى بص على الشاشه وانت شغال كده. فهي بتعود على العيان ان ما يبقاش في فتح. فكل ما بتترجم الفتح صغير، الفكره مش بس الجلد، الفكره في العضلات اللي تحتيه والانسجه كلها بتتفتحش، فبتفضل نقدر نقول فيرجن عذراء، يعني ما حصلش فيها اي حاجه. ودي بتفرق جدا، لان هو النقاهه كلها بتعتمد على الانسجه اللي موجوده لو هي سليمه ولا لا. اللي احنا شايفينه ده منظار بالظبط. فهو ده الفيلد اللي احنا بنتكلم فيه ده كله من الفتحه ديت، رغم ان احنا كنا شايفين دلوقتي قد الشاشه كلها العمليه، بس هي كلها مفتحه 1.5 سم. ايه المميزات بتاعت المنظار التاني؟ ما حضرتك لو احنا دلوقتي ما فتحناش، فبالتالي مش مهم الجلد اللي تحتيه، كل الانسجه بالعضلات سليمه، فبيحصليش نزيف في العمليه، ويحصلش التهاب في الجرح. بعد العمليه الالم بيكون لا يذكر، العيان بيخرج تاني يوم على طول، لو عايز يسافر بيسافر حتى على طول، وبيرجع لشغله في خلال اسبوع. الكلام يقارن الكلام ده بقى في الجراحه، يضرب كل فترات ده في 4 5 مرات، يعني تلاقيه بقى بيرجع الشغل بعد شهرين، يقعد في المستشفى 3 4 أيام، الألام بتقعد فترة طويلة وهكذا. المنظار بيختصر كل ده خالص الفترة دي كلها، وبيقلل كمان مضاعفات جامد قوي.
قلل الالتهابات بيقلل التليفات الناتجة عن الالتهابات، وده مهم جدا. ما هو التليف ده هو عبارة عن، الناس بيفتكروا حاجة غلط، التليف ده هو الأنسجة اللي الجسم البشري بيخف بيها بعد ما بتقطع بعد أي جرح. فأنت كل ما الجرح يكون صغير كل ما التليف هيكون صغير. هروح بقى لموضوع تاني، هو التزحزح الفقري. لماذا نسمع عن هذا الترم كثيرا هذه الأيام بعد أن كنا نسمع عنه قليلا في الماضي؟ هو موجود، بس هو الفكرة كلها الوعي ابتدى يزيد أكتر، وقدرات على التشخيص ابتدت تزيد أكتر. هو عبارة عن إيه؟ أنت ربنا خلق لنا الفقرات كلها من الرأس لغاية الحوض، فقرة فوق التانية فوق التالتة فوق الرابعة. طبعا يعني تزحزح، في صورة عرضها لنا اهي، فقرة اتنقلت لقدام فهي بقتش فوق اللي تحتيها، فالحبل الشوكي اللي هو لونه أصفر ده اتخنق أو اتضغط عليه. فينا نقطة إن في نوعين من التزحزح، ممكن مرضى ما يكونوش عارفين القصة دي. في حاجة اسمها تزحزح ثابت وحاجة اسمها تزحزح غير ثابت. الثابت مش لازم يتعمل له تركيب مسامير لتثبيت الفقرات، مش لازم. الغير ثابت هو اللي بنحتاج نعمله ده، فدي مهمة قوي، بس دي الدكتور هو اللي بيفرقها. فمش كل حالات التزحزح بتحتاج لتثبيت. ده لو وصلنا للعمليات، احنا قبل كده بنتكلم في علاجات عاديه خالص، بس مجرد لو بنتكلم العمليات مش كل الحالات بتتثبت. العند بيكون بيشتكي من الام في الظهر، ونتيجه طبعا لان الفقرات منقوله، فبتعمله الام مزمنه في منطقه الظهر. بعد كده بتضغط على الاعصاب اللي بتنزل رجلين، فبتتعب له وبتوجع له وجع في الهانش، بينزل الفخذ وعلى السمانه مع تمييل كتير، ممكن ياثر على الحمام سواء التحكم في البول او في البراز. دي هي الاعراض بتاعته، ونشخصها طبعا بالاشعه بتاعتنا. عندها الاشعه العاديه بتفرق لنا اذا كان ده تزحزح ثابت من غير ثابت، ورنين مغناطيسي بنقدر نعرف منه حاله الغضاريف لو في انزلاق غضروفي مع التزحزح ولا لا، وحجم القناه العصبيه ضيقه ولا واسعه، ولا الضيق مش في القناه العصبيه نفسها في مخارج الاعصاب، يعني في كذا منطقه ممكن يحصل فيها الضيق. بعدها بنشخص وبنشوف الموضوع بيعتمد على ايه. العين بقى اللي بيشتكي الاعراض بتاعته جامده ولا لا، والاختناق في العصب بسيط ولا جامد. طبعا كل ما الحاجات بتكون بسيطه بنميل اكتر للعلاجات التحفظيه، او لو العين بيشتكي بقاله فتره قصيره، بيشتكي من 3 اشهر غير اللي بيشتكي بقاله 3 سنين، تفرق في رؤيه الدكتور. ودي اهميه التاريخ المرضي، ان احنا بناخد تاريخ مرضي من العيان غير ان احنا مجرد نوصل الاشعاعات. عشان كده لازم قوي المعلومات بتفيدنا قوي لما بنسمع العيان. بعد كده هنحدد بقى العلاج التحفظي، مهم قوي عندنا هنا بقى العلاج الطبيعي، وبرده مجموعه ادويه كتيره بناخدها، تخفيف الوزن مهم، وممارسه الرياضه مهمه. واذا استجابت الحاجات دي كلها مش هنحتاج نعمل اي حاجه خالص. في بعض الحالات احنا للاسف ما بيحصلش استجابه، فبنحتاج نفتح نعمل توسيع للقناه العصبيه ومخارج الاعصاب ونثبت الفقرات. النهارده معانا فيديو هيعرض لنا حاجتين، هنعرض الاول عمليات جراحيه بالانيميشن، وبعد كده ازاي هنشوف نفس العمليه دي ممكن نعملها بالمنظار ونقارن العمليه. هنا ده الفتح الجراحي الطبيعي، نقصدنا ان احنا نجيبه انيميشن عشان شكله ما يبقاش مزعج قوي، عشان نعلمكم بس. دي فتحة الجلد، الفكرة مش الجلد، الفكرة حضرتك بص بقى اللي تحت هيتفتح قد ايه، العمق كله بتاع المريض في الجراحة ده ممكن يوصل لغاية 20 سنتي جوه 20 سنتي، وبتفتح كل ده، كل الأنسجة دي، فأنت عندك ديد سبيس كبير قوي اتفتح، فراغ كبير قوي. شلنا العظم فوق الحبل الشوكي اللي هو الأصفر، وسعنا حوالي الأعصاب أهي، وبعد كده هنشيل غضروف. الحبل الشوكي اللي هو لونه اصفر ده، ومخارج الاعصاب اللي هي الحمراء، كل ده متوسع بالظبط. وبعد كده في هنا غضروف زياده هيتشال، نشيل الغضروف، وبعد كده بنركب المسامير بتاعتنا. هنا هنثبت 3 فقرات، فبركب 6 مسامير تثبيت الفقرات. وبكده العمليه تكون خلصت وهنقفل. بس احنا هنا عملنا فراغ كبير جدا، مثلا نقدر نقول بطول 15 سنتي بعمق 20 سنتي. طيب الكلام ده نقدر نعمله بمنظار؟ طبعا نقدر نعمله. هنا احنا مخلصين عيان، الصوت بس عاملين له ميوت، هو كان عيان عنده في حدود 75 سنه، كان عنده برضه تزحزح في 3 فقرات، فعملنا له توسيع للقناه العصبيه وعملنا تثبيت. هنوري الجروح دلوقتي ان شاء الله، نقرب منها ونصورها
ده بعد العملية؟ هم 4 فتحات كل واحدة 1.5 سم، مش عارف حتى واضحين ولا لا، لأنهم حجمهم صغير. وده منظر المسامير بعد ما ركبناها. فالعملية اللي احنا كنا شايفينها قبل كده تمت هنا بقى ب1.5 سم فتحات. فكل ما السن بيكبر كمان كل ما تحس بالفاليو بتاع انك ما تفتحش كتير. الفتحة الصغيرة دي تفرق قوي 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 في انها تقلل لي مضاعفات الجرح وفترة النقاهة، بالذات في المرضى الكبار. الطبيعي ان هو بيعملوا عملية وبيقعدوا كتير في السرير، وعدو السن الكبير الرقدة مضاعفاتها كبيرة قوي. فكل ما نقدر نعمل لهم تحريك سريع زي ما بيحصل في عمليات التدخل محدود بالمنظار بتبقى فوائدها عالية قوي بالنسبة لهم. في بقى ترم تاني هندخل عليه او موضوع تاني، ده مشهور قوي من زمان قوي، بس انا مش عارف حجم انتشاره الحقيقي ايه كواقع مرضي، هي خشونه الفقرات. ناس كتير قوي تقول لك انا عندي خشونه في الفقرات، حتى يعني غير خشونه الركبه. هل كل الحالات خشونه بالفعل خشونه، ولا هي بتفسر كلها على انها خشونه؟ لا، في حالات كتيره خشونه جدا. واحنا كنا هي خشونه، احنا كنا عاملين نقول انزلاق غضروفي. الانزلاق الغضروفي يعني اللي هو الجلي اللي في الغضروف خرج من مكانه، داس على الاعصاب. لا، في مرض تاني بقى الجلي اللي هو الماده الجيلاتينيه بين الفقره والتانيه ما بتخرجش بس بتنشف بتجف، فهو غضروف ارتفاعه كده عباره عن بالونه بتيجي يهبط لغايه لما الفقره اللي هي اللي فوق الفقره تحت يحك في بعض. هي دي الخشونه. طب العيان ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من الام مزمنه في الظهر. في الرنين بيبان حاجه اسمها البلاك ديسك اللي هو غضروف الاسود، ان هو خلاص جف فالفقره بتحك بالتاني. مشكلتنا كانت في خشونه الفقرات ديت كانت مشكله كبيره قوي، ان احنا ما عندناش ليها علاج. كان حتى يعني هنتكلم النهارده في حاجه جديده، بس قصدي قبل كده حاجه تريح العيان. بمعنى ايه؟ انا بقول له روح اعمل علاج طبيعي، يعمل علاج طبيعي يرتاح شويه ويرجع تاني التعب، او ما يرتاحش. طب حل ايه التاني؟ مسكنات. ما هي دي ما ينفعش امشي عليها فترات طويله. عمليات العمليه هنا بتبقى تثبيت للفقره، يعني هي ايه؟ الفقره بتحك في الثانيه، طب انا عايز اودي الوجع فهعمل ايه؟ هثبتهم في بعض، اخليهم واحده واحده عشان ما يحكوش على بعض بمسامير. بس نتيجه تثبيت الفقرات في حالات الخشونه مش مرضيه، يعني 50% من العيانين ممكن ما يرتاحوش، تكون دخل عمليه كبيره قوي تثبيت عشان يرتاح ويطلع العين مش مرتاح، فكنا بنقف قصادها عاجزين. النهارده من اكتر الحاجات الناجحه فعلا في الموضوع ده نوع جديد خالص من التردد الحراري. عايزين نميز، احنا مش بنتكلم على اي نوع من التردد الحراري. التردد الحراري احنا بنتكلم عليه ده نوع حديث، وهشرح الاول ايه الفرق. احنا التردد الحراري الابر الاولانيه اللي كنا بندخلها كنا بندخلها على سطح الفقره، بنشتغل على الفقره من السطح. لا، دلوقتي في قسطره من نوع معين بندخلها جوه الفقره نفسها، جوه العب بتاع الفقره، بتوصل للشبكه بتاعت اعصاب جوه الفقره، بنعمل لها كي. طب ايه الفكره؟ انا دلوقتي عندي الخشونه ديت بتعمل لي الم. ايه اللي بيحس بالالم ده؟ شبكه الاعصاب ديت. طب انا هخش هعمل كي للشبكه ديت اموتها، فالعين هيفضل عايش بالخشونه بتاعته بس مش حاسس بالوجع. طب هو ده اجراء مفيد؟ ليه؟ لانه بيتعمل تحت بنج موضعي فتحته 0.5 سم، العين في نفس اليوم بيروح من المستشفى، ونسب نجاحه بتوصل ل 85%. فبالتالي نسب النجاح هنا عندي اعلى من العلاج الطبيعي، اعلى من تثبيت الفقرات، والمضار بتاعته مش موجوده، واجراء سريع ومالوش مضار. بالظبط، اقصى اسوأ المضار بتاعته ان 15% من الناس ممكن ما تستفادش، ل 85% هيستفادوا. بنشوف عيانين كتير قوي داخلين كانوا بيعيطوا، يعني فعلا الام شديده جدا 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 عندهم، وبعديها اجراء بسيط بيتحسنوا جدا بيه. فيا ريت لو عدونا الفيديو بتاع ده هنبين ان احنا هنا بنخش على شبكه داخليه جوه الفقره، شبكه من الاعصاب، هي بنفتح فتحه نص. بس ده مش اي تردد حراري، ده تردد حراري معين. بنخش بندخل قسطره ابراديه بتخش جوه الفقره، بنخرم بيها العظم تحت بنج موضعي، ده العظم ودخلت الشبكه اللي هي لونها اصفر ديت، بندخل عليها القسطره ونبدا ندخلها دلوقتي. بالظبط كده، دخلت جوه أيوة الفقره وخرجت اهي. ايوه، دخلت على مركز الشبكه جوه. هنعمل بقى كي للمنطقه دي كلها.
كده يبقى الموصلات الالم مش هتشفى. بالظبط زي الروت كانال اللي بتعمل في السنان. زي علاج الجذور. بالظبط هي نفس علاج الجذور على فكره. بالظبط هي كده نفس فكرته. بالظبط. علاج الجذور بتاع الاسنان بس ده علاج جذور الفقرات. ده جذور فعلا هي جذور اعصاب هي فعلا. هي ليها مركز جذور الاعصاب. بالظبط فهنا القسطره دي بتوصل للمركز ده مش بتشتغل مع السطح. فلقوا نسب نجاحها عاليه مضاعفاتها يعني مفيش يعني بس الفكره كلها انها ريحت العيان. كنا نقف قصاد دايما احنا مشكله عاجزين مش عارفين نحلها ازاي. لا عمليه نافعه ولا مسكن اقدر امشي عليه العيان كتير عشان الكلى والمعده ولا العلاج الطبيعي نافع وكتير جدا من دول يبقى سنهم كبير وزن تقيل ما لهمش حلول. مش بقول ده العلاج السحري بس هو اثبت نفسه بجداره وسط المنافسين بتوعه يعني 85% نجاح. ده شيء كويس جدا. في حاجه تانية ما فيش اللي جنبهم ما لهاش نسب نجاح اساسا. بالظبط. عندنا محطه مهمه قوي اعواج العمود الفقري وبرضه نفس الملاحظه حالات اعواج العمود الفقري انا ملاحظه انها زادت. هل هي زادت بالفعل ولا احنا اللي بقينا شاطرين وبدينا نكتشفها بشكل اكبر؟ العلم زاد. كل العلم ما بتشوفش ليه ما تعرفوش يعني كل ما يعني بتعرف الحاجه فلما بتشوفها بتاخد بالك منها. هو حالات الاعوجاج هي موجوده كتيره. لقوا ان 80% منها بيحصل في البنات بيحصل في سن المراهقه. مش معروف له اسباب بس بقى فيها استعداد وراء يعني بدون اسباب لها اسمها الايديوباثيك. ريت في صوره عرضوها لنا. هو الاعوجاج بيبقى في شكل ايه؟ بيبقى في شكل ايه ماسي يعني عمود فقري معوج عوجه واحده او اس يعني معوج من فوق ومن تحت. بيعمل تشوه في الجسم ان هو الـ الكتاف بتاعت المريض ما تبقاش مستوى واحد. طبعا هي الصوره دي مش موضحه ده. بيبقى عنده بروز في الصدر من ورا في القفص الصدري. ممكن يبقى عنده الوسط مش مظبوط في ناحيه معوج اكتر من الناحيه الثانيه. معظم الحالات دي بتكتشف في سن المراهقه. ممكن تكون موجوده قبل سن المراهقه بس هي بتزيد قوي على الجروث بيرت اللي هو مرحله البلوغ. بتزيد قوي الطفل لما بيزيد في الطول فجأة اللي هو 5-6 سنتي مع البلوغ بيزيد قوي مع الاعوجاج ده. الحقيقة من طفرات اللي حصلت في التدخل محدود المنظار اللي هو ازاي نقدر نعالج الحالات ديت بدون العمليات الجراحية التقليدية. لان كالاول طبعا بنفتح فتحات كبيرة جدا في حدود 40-50 سنتي ونحتاج ان احنا نركب شرايح ومسامير عشان نعدل العمود الفقري. دلوقتي لا بنقدر نعمل الكلام ده فتحات سنتي ونص تدخل محدود نخش حل المشكلة. بس هنا في نقطة كل الحالات بتحتاج اصلاح ولا لا؟ لا مش كل الحالات بتحتاج اصلاح. احنا من هنا بنتكلم بالزوايا الكبيرة اللي هي فوق ال 50 درجة. تحت ال 50 درجة في حالات كتيرة ما بتحتاجش ممكن بنلجأ فيها للحزام او العلاج الطبيعي. لو يعرضوا لنا العملية هنا معانا عملية جراحية عشان نشرح ايه اللي هو بيتم وبعد كده نشرح ايه الجديد فيه. ده اللي هو الطبيعي اللي بيتم. بنفتح فتحة بطول الظهر زي ما كنا بنتكلم من شويه بنفتح الانسجه كلها وبتيجي نركب مسامرنا. دي العمليه التقليديه. زي ما احنا شايفين ده عمليه كبيره جدا بتفتح الظهر كله. 40 سنتي. 40 سنتي ونبدا نركب المسامير. بالظبط. طبعا هي عمليه دقيقه محتاجه جراحين عمود فقري متمرسين في الموضوع بس برضو غير كده احنا بنتكلم احنا جايين نتكلم في الجديد يعني ده اللي هو المعتاد الحقيقه الاجراء المعتاد. عايزين بعد كده هنشرح بقى ونقول ايه البديل بتاعه ان شاء الله. تركب بقى العواميد الاستعجاليه. بالظبط. البار اهي بتقص ويتظبط يعني على مقاس. العمليه صعبه قوي. فنيا صعبه. هي فنيا صعبه جدا. فيها برامتر وقياسات كثيره جدا. زي ما احنا شايفين. هي هنا لطيفه قوي بتتعدل بسهوله لا لا جدا. لا 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 هو مش كده خالص. طبعا وبتركب بقى الناحيه الثانيه بنركب ناحيتين. بار يمين وبار شمال ويتظبط تمام ويتعدل على حسب المقاس. بالظبط. ده التقليدي. ده التقليدي. في بقى اللي احنا بنعمله بمنظار التدخل محدود الحمد لله وده يعتبر حديث قوي على مستوى العالم حتى عرضه لنا دلوقتي. هنقدر نشوف ازاي نقدر نعمل الكلام ده كله بس من غير لما نفتح الفتح الكبير ده. فطبعا ما بقاش فيه نزيف خالص بيحصل وفتره نقاهه تقصر بكتير قوي والالم ما اقدرش اقول ما فيش الم بعد العمليه بتلاقي وجاج. لا طبعا بيبقى في الم بس لا يقارن بالم الجراحه. بلا شك لما نشوف المناظير
الموضوع بيختلف، بس المناظير كمان في علاج الأعوج ده شيء مطلب مهم جدا، لأن البنت نفسها عشان جمالية. نفتح 40 سنتي في ظهرها ده كان حاجة صعبة جدا جدا. فلما نشوف الفيديو بتاع المنظار وازاي التدخل بيتم، بقيت تقدر تعمل الكلام ده كله من فتحات سنتي ونص. تقدر تخش تركب شرايح المصامير بتاعتك وتعمل اصلاح. دي حالات دي قبل وده بعد، على اليمين مصامير راكبه ده، وده الشكل بتاع المرضى بقى، والدوائر الزرقاء دي بتبين حجم الفتحات، غير كده كان هيبقى مفتوح من فوق لتحت. بس فالحمد لله بنقدر نوصل بنتائج كويسه قوي بيها. وبيطولوا عادي؟ طبعا. هو اصلا اي واحد منهم بيطول في العمليه ما يقلش عن 5 سنتي، لان هو العمود معوج، انت لما بتعدله العدله دي لوحديها بتطول. ده فعلا حقيقي 5 سنتي ده كتير. بس فعلا حاجات صعبه قوي. معظمهم بنات على فكره الحاله دي، 80% بنات. وطبعا العمليه دي بتبقى حساسه قوي، لان طبعا يعني انت عارف لما تكون جاي في ولادك. طبعا العيله كلها اصعب حاجه. اصعب حاجه. وبعدين شاب لسه صغير، احنا بنتكلم مش 70 سنه ولا 60 سنه عاش حياته تمام، بس دلوقتي بيدفع شويه اتمان نشيل التقيل وبتاع، فبيبقى يعني ضرايب العمر يعني. لكن ده لسه في اول حياته كده، مضروب في ظهره صعب قوي. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري جراحات ومناظير العمود الفقري بكليه الطب قصر العيني وعضو جمعيه العمود الفقري الامريكيه والاوروبيه، وضيفي العزيز واحد من ميجا ستار هذا المجال، وطبعا رائد قدير لعالم المناظير كان في الدكتور. خلي بالكم من ظهركم، وزي ما قلت لكم مفيش في الطب حاجة اسمها مفوضات. انت بتسمع الكلام اللي يقوله لك الدكتور، خصوصا في تخصص دقيق زي جراحات العمود الفقري. الخطة العلاجية فيه حاجة طبقا للكتاب، مش طبقا للرغبات. مش كل الطب رغبات يا جماعة، هي مش رغبات. انا نفسي اعمل كذا، نفسي اعمل تردد حراري ما اعملش جراحة، نفسي اعمل حزام وعلاج تحفظي ما اعملش جراحة، قد نفسي اعمل جراحه ما اعملش علاج تحفظي ويكون العلاج التحفظي انسب لك. سيب القرار للدكتور، خليكم مع الدكتور. بلا شك انه اجراء جراحه السمنه قرار مهم جدا، من القرارات اللي بتغير مسار الانسان في حياته، بعد ما كان حياته كلها موجوده في اطار معين من الاكل ثم الاكل ثم الاكل. ساعتك بتصحى بتفكر في الاكل، وسط اليوم او بعد شويه هنروح الحته الفلانيه عشان ناكل. طبعا نتفسح بالليل، مفيش فسحه، هي الفسحه عباره عن مكان للاكل، بنروح مكان ناكل فيه. طب واحنا مروحين ايه متعتنا في البيت؟ الاكل. طب واحنا بنتكلم مع بعض والشله بتاعتي بين اختراعاتنا ويعني احنا هنعمل ايه؟ الاكل. في ناس يا جماعه حياتهم دايره في وسط محلات الفاست فود، في وسط محلات، في حسب بقى هو دماغه ايه، فاست فود ولا اكل تاني خطير برضو جدا اتراكتيف جدا، اللي هي المحلات بقى الكباب والكفته والسجق والكبده ومش عارف مين بتاع المصريه ومين بتاع السيده ومين بتاع الحسين مش عايز اقول اعلانات. بعد ده كله دايره حياتك مختلفه، دايره حياتك احنا النهارده عندنا ايه الصبح؟ عندنا كوره. بكره عندنا ايه؟ عندنا تنس. يوم مش عارف ايه عندنا سباحه، وفي جروب لما مع الدكتور كريم هنتجمع كلنا عشان نشوف وزننا في اخر الاسبوع. ستايل مختلف، اكلي بيشبعني خلاص، ما بقاش فسحتي مع مراتي او مع اصحابي ان انا اروح محل اكل، لا ده انا فسحتي مع اصحابي ان احنا نلعب كوره، ان احنا نلعب تنس، ان احنا نلعب بينج بونج. ده شيء مهم جدا. لكن في قصة تانية، بس أكيد لازم فيها نسأل سؤال مهم. طب إذا فشلت العملية، إذا رجع الوزن تاني، إذا اضطرت لكلمة تصحيح، ضيفي العزيز المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم صبري، هذا هو سؤالي. منورني وسعيد كالعادة باللقاء معك. أهلا وسهلا. لكن حتة صعبة جدا، حتى لما بقابل النوعية دي من المرضى اللي هو عمل من فترة عملية وجاي وزنه لا كبير، ويقول لي الجملة ده أنا محتاج إن أنا أعمل إعادة إصلاح. أنا هسيب لك بقى الميكروفون، احكي لي القصة دي من أولها، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟
في البداية اسمح لنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا أنه عمليات السمنة هي عمليات فعالة جدا في إنقاص الوزن، يعني زي عمليات زي تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، التحويل مع التكميم أساسي، تحويل مسار الاثنى عشر. كل دي جراحات هدفها إلى إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. ويمكن احنا قلنا ان نجاح العمليه يتعلق بثلاث حاجات قبل كده في حلقات فاتت، ان لازم يكون في جراح محترف حريص ان هو يقدم خدمه طبيه مميزه، بيعمل عمليات اكريديتد تكون يعني في ضمن المنظومه الطبيه المظبوطه، بيختار العمليه المظبوطه للمريض. النمره الثانيه بيتابع العين كويس وبيديله الكتالوج بتاع العمليه انت ماشي ازاي، وكمان يبقى في اختيار سيليكشن للمريض، يعني في عيان طبعا شاطر شويه في انه يتابع او يبقى عارف ان هو هيستفيد من العمليه، واحيانا في عيان انا بقول له مش هعمل لك عمليه. فطبعا في حاجات تتعلق ب بارامترز كتيره يعني، فما تثبتش يعني احنا مش عايزين نثبت ان كل الناس هتنجح وان كل الناس هتفشل، لا، هو في نسب معينه من الناس مع عدم المحافظه هيبتدي يحصل فيه ويت ريجين او رجوع للوزن مره ثانيه. طيب احنا يمكن في حاجات طبعا قد تكون جراحيه، يعني خليها عندنا احنا في الجراحه الاول وبعد كده نتكلم على الاسباب الثانيه. اسباب جراحيه قد تكون انه انا يعني كجراح لم اجري عمليه كويسه، يعني انا عملت عمليه، ودي لما بندخل في عمليات بنعمل عمليه ثانيه للاصلاح بتبقى واضحه جدا ان دي في قبه معده متسابه ما اتسلكتش اصلا في تكميم مثلا، او نهايه المعده الانترم واسع، او ان المعده اصلا متسابه كابيشيس يعني واسعه، فدي من ضمن الحاجات الجراحيه. احنا يعني عامل عمليه تحويل مسار قد تتعلق بحاجه تزود الوزن، وقد تتعلق بحاجات فيها مضاعفات، ما انت لازم عمليه الاصلاح مش لازم رجوع وزن بس، ده هو ربما يكون عنده ما عندوش رجوع وزن بس عنده زياده، عنده حاجه جراحيه بيرجع طول الوقت، عنده تويست في المعده او التواء، عنده ضيق في المعده سواء في التكميم او التحويل، وتستدعي تدخل لاعاده الاصلاح، فدي حاجه يعني جراحيه بحته والعين ملوش فيها دي، يعني هو ما عملش حاجه ان هي تستدعي الجراحه غير ان العمليه مش معموله كويس. في عمليات اصلا من الاصل هي يعني خلاص بطلت واحنا ما زال بنعملها، زي عمليه تدبيس المعده مثلا وتم تطويرها الى عمليه الفراشه، ما دي عمليات طبعا صعبه خالص ما ينفعش تتعمل، واصلاحها في منتهى الصعوبه، يعني فعلا احنا بناخد مجهود. انا لو عملت 3 4 عمليات تكميم او تحويل اسهل لي من ان انا اعمل عمليه تدبيس معده، محتاجه اصلاح تدبيس المعده طبعا عشان نبتدي نصلحها بتحتاج مجهود، لان فيها التصاقات شديده وفيها حاجات صعبه جدا. يبقى اذا عمليه طبعا يعني في عمليات زي الاوميجا لوب احنا قلنا عليها كلمه قبل كده، ان دي عمليه نوع من ليست عمليه تحويل مسار ولكن ما زالت تتعمل، فدي يعني هو المشكله في العمليه نفسها، في نوعيه العمليه نفسها، او كانت عمليه كانت واخده ضجه زمان زي حزام المعده لم يعد يستخدم الان، وخلاص ده جسم غريب واعتبرنا ان دي كانت طفره في زمان خلصت خلاص احنا بنصلحه دلوقتي، فتتعلق بنوعيه العمليه. كل دي حاجات سواء بالنسبه للجراح او في نوعيه العمليه دي كل الحاجات دي تتعلق بالجراح او نوعيه العمليه ولا تتعلق بالمريض. طيب انا بقى لو عملت عمليه مظبوطه جدا عند جراح محترف جدا، وعملت عمليه وعملت اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد ولقيت شكل المعده كويس، ويعني عمليه كده جميله وبنانا شيب وحجم حلو وما فيهاش اي مشاكل، ومشيت بدون تعليمات، انا ما يعني عمليه تكميم المعده لها تعليمات معينه، عمليه تحويل المسار لها تعليمات معينه، ما خدتش انا اي تعليمات خالص ولا عملت حاجه. يعني مثلا حاجه بسيطه جدا، عيان عامل تحويل المسار وهو ممنوع من التدخين خالص، ما دخنش بعد تحويل المسار، وحتى لو مدخن شره امسك نفسك شويه، لان تحويل المسار الوصله ما بين المعده والامعاء بتبقى يعني الى حد ما سنسيتيف شويه، احيانا بيحصل فيه قرح في الوصله نفسها تستدعي الى يعني تحويل المسار المصغر، نقلبه لتحويل مسار معده كلاسيكي، احيانا بيحصل فيها مشاكل بسبب التدخين، ما تدخنش، ما تاخدش مسكنات قويه تستدعي ان انت يحصل لك حموضه جامده، خد ادويه للمعده وقت ما يكون عندك اي مشاكل تستدعي المسكنات. واحد عامل يعني تكميم معده ومش عايز يزيد في الوزن، فما تاكلش سكريات كتيره، خلي وجباتك عاديه، كل اكل البيت العادي المعادله العاديه في البيت العادي، ولكن لا تسرف في السكريات والشوكولاتات والايس كريم والحاجات اللي فيها طاقه عاليه، ما انت بتتحدى نفسك، يعني هو ده المشكله.
يعني دي حاجات تتعلق بطريقه ان احنا نستخدم ده، ناهي حضرتك عن حاجات كثيره يعني في عمليات مختلفه. الـ 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 طبعا حاجات يعني العين نفسه محتاج لايف ستايل، محتاج احنا يمكن عندنا تيمز من الفيزيوثيرابي وعندنا يمكن ديرماتولوجي وعندنا ناس بتوع تغذيه علاجيه ونفسيه، ناس بتتابع المرضى ما بعد العمليه، بتعمل خلال الست شهور انت كمان ما بعد العمليه انا بهتم جدا يكون في زياره شهريه كل شهر لمده ست شهور. احنا مش بنعمل لك حاجه، احنا بنعمل لك بس يعني بنديك الكتالوج اللي تمشي بيه كانك خدت كورس تدريبي ازاي تستخدم العمليه بتاعتك. واحد عنده سقوط شعر ما بعد العمليه، فانت اكلك عامل ازاي، بتاخد الفيتامينز المطلوبه ولا ما تاخدش، هو دي الحاجات اللي احنا بنقدمها، امشي عليها هتمشي طول حياتك مبسوط وكويس جدا، ما فيش فيه اي مشاكل خالص. سؤال، هل تفترق عمليه اصلاح عن عمليه اصلاح؟ يعني عمليه اصلاح ليها كتالوجات ولا هي بتعتمد على مهارة الجراح؟ السؤال ده يعني مهم جدا جدا جدا. يعني الجراح الغير محترف ينقب نفسه خالص عن عمليات اللي هي الاصلاح. عمليه اصلاح محتاجه خبره عاليه جدا، يعني خبره قويه جدا في جراحات السمنه. عمليه الاصلاح ليست لاي حد، عمليه الاصلاح من العمليات اللي هي يعني صعبه جدا جدا، والقرار فيها احيانا قد يكون انتر اوبرتيف جوه العمليات. انت مين بقى يساعدك؟ في مفاجآت انا مش متجوست، وفي يعني في درجات، يعني انت بقول لي بقى انا عايز اعمل اعاده اصلاح لعمليه تحويل مسار معده كلاسيكي، هي ايه السبب فيها؟ يعني عنده ضيق في الوصله يعني، ولا عنده ايه المشاكل اللي عنده تستدعي ان انت تعمل عمليه اصلاح؟ دي مثلا عمليه تحويل مسار معده مصغر، الباوتش احنا بنقول ان هي دي قصيره جدا، المفروض تحويل مسار المعده المصغر تكون لونج نار باوتش طويله. انت بقى ايه القرار الجراحي اللي هتعمله في العيان ده؟ ايه سبب ان انت تدخله عمليات وتعمل له ايه القرار؟ هتقلبه لتحويل مسار معده كلاسيكي وتصغر الباوتش بتاعته. واحد تاني عنده عامل عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي الباوتش بتاعته طويله واسعه، طب ما ده جاستريك ألسر 100% ومش هيخس، لان العمليه دي اصلا ريستريكتيف قائمه اصلا على تقليل كميه الاكل. يعني اذا دي عمليه كانت تدبيس معده وكان عندها يعني يمكن كان اللي ضارب فيها الغيار كمان. والله بنت دي كان 17 سنه، كنت عرضتها حتى في مؤتمر طبي كده ان دي من الحالات الصعبه جدا، تدبيس معده وكان عندها انسداد، يعني اللي ضارب غيار كان قاصص كمان البيلورس، فدي من العمليات اللي هي كانت صعبه جدا في اصلاحها، عمليه تحويل مسار معده. التدبيس على فكره عمليه منعت، والناس بتتلخبط بينه وبين التكميم، التدبيس شيء اختلف عن التكميم تماما. بالظبط بالظبط، يجب التنويه برضو ان عمليه تدبيس المعده من علامات اتمنعت خلاص من 2007 فلا يجب عملها، لكن الدبسات الجراحيه احنا بنستخدمها في كل انواع الجراحات، حتى جراحات القولون يعني الدبسات حاجه وجراحه التدبيس حاجه. دلوقتي في الحاجات اللي هي المعتمده دوليا هي تدبيس تكميم المعده، المعتمد دوليا هي تكميم المعده، هي تحويل مسار المعده المصغر، تحويل مسار المعده الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر فقط. هنا الحاله دي كانت ايه بقى؟ قصتها ايه؟ دي تدبيس عاديه من الحاجات تدبيس. تدبيس باتر فلاي، بس كانت متدبسه مرتين، هتلاقي السوتشر لاين مره فوق ودخل دبسها تاني مره كمان، فعامله زي الفراشه كده. فدي من العمليات الصعبه جدا، بيبقى فيها التصاقات شديده، بيبقى فيها طبعا ان عشان تحكم الفتحه بتاعه التدبيس كانوا بيتحط عليها شبكه تستدعي ان تمنع توسع الوصله ما بين المعدتين، وبالتالي دي بتعمل التصاقات شديده ما بين المعده والكبد، وبتعمل التصاقات في البطن الشديده تستدعي ان انت بقى تقعد يعني تعملها باحترافيه شديده بحيث ان انت تقدر تستفيد منها. ايه اشهر الاجراءات اللي بتتعمل في اجراء عمليات الاصلاح؟ اعمل بقى تدبيق بتاع ده منظار معده لازم، واشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، دي بتدينا حاجات، وطبعا لازم اللي حتى اللي يعمل منظار لازم حتى احترافي، يعني هو فاهم داخل على ايه، لانه هناك بعض التخصصات اللي بيقيم لك المعده ما بتكونش عارف انت عايز تبص على ايه، يعني لازم الجراح يكون عارف هو بيعمل منظار يا اما بنفسه او حد يعمل منظار في التيم بتاعه، عارف هيبص على ايه، لان عايز تشوف في الحجاب الحاجز، عايز تشوف الفتحه ما بين المعده وبعضها قد ايه، في جاستروجاستريك فيستولا يعني المعده فاتحه على بعضها ولا لا، المسافه اللي ما بين المريء نهايه المريء والفتحه اللي هي ما بين المعدتين قد ايه دي، يمكن تقيم لك الوضع تقول انا هعمل للعيان ده تحويل مسار معده كلاسيكي لان الباوتش بتاعته صغيره، والعيان ده فاتح على بعضه يعني الاستوما واسعه واقدر اعمل تحويل مسار معده مصغر، اعمل منظار واعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد ترسم لك الخطه بتاعت شكل المعده، وترسم كل المعلومات اعملها بتاخدها بالمنظار والاشعه اللي هي المقطعيه ثلاثيه الابعاد،
تعمل لك خريطه بحيث انت تبقى عارف انت داخل هتعمل ايه. انا بس عايز اقول حاجه في عمليه تدبيس المعده قبل ما انسى. عمليه تدبيس المعده ما حدش يعمل بعدها تكميم اطلاقا. يعني انت لو عايز تصلح عمليه تدبيس معده ما تعملش تكميم معده ما بعد تدبيس المعده اطلاقا. ما تعملش يعني عمليه فاشله جدا هتتسد في خلال ايام لان دي تويستنج بوينت اللي هي الشبكه هتلوي المعده بعد شويه. خطر جدا ما تعملهاش. يبقى اذا تعمل عمليه ايه؟ تحويل مسار معده كلاسيكي او تحويل مسار معده مصغر او تلغيها خالص. ارجع المعده عاديه. دول في الناس بقى اللي هم عملوا تدبيس المعده وعمالين يرجعوا طول الوقت لان عندهم يعني اما الاستومه ضيقه وما عندوش جاستروك فيستل فوق مش عارف ياكل يعدي الاكل من فوق ولا من تحت يقعد يرجع بقى طول الوقت وبيعتمد على السكريات يشرب سكريات على طول وهو عايش على البسكوت والحاجات دي. وبالتالي بيجي لك يا اما جاي منهك تعبان مال نارشت وكسلان يعني صحيا ده بتعمل له عمليه الغاء. دي حاجه بسيطه جدا تدخل بالانذار خلال نص ساعه بتكون خارج من العمليات لاغي العمليه ترجع لوضعك الطبيعي وممكن تزيد في الوزن تاني خلاص. يعني ده وضعك لو انت حسيت ان الصحه العامه مش جايبه معايا. في التدبيس اللي طيب. اتلغت من العالم وما زالت ناس بتعملها للاسف ما بتعملها لتقليل الاسعار طبعا التدبيس برضو فئه منهم اللي هو بياكل شوكولاتات كتيره وسكريات وصحته كويسه ووزنه زاد فاللي هو عارف يخس ولا عارف ياكل اي حاجه صلبه بيرجعها فبالتالي معتمد على السكريات وبالتالي وزنه يزيد تاني. ده بقى يعمل عمليه تحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي. كلاسيكي في 95% بنعملها و5% بس اللي ينفع فيهم تحويل مسار معده مصغر. فيعني لكن ما ينفعش ان احنا نعمل تكميم معده ما بعد تدبيس المعده. السؤال في طي كلامك قلت انه مش اي حد يدخل يعمل عمليه اصلاح. طبعا. ايه المخاطر والمضاعفات اللي ممكن تحصل لو واحد مش مدرب قرار خاطئ مش عارف يكمل عمليه؟ ما هو مش عارف يكمل عمليه الوضع صعب جدا. الوضع احيانا انت بتدخل في البطن بتلاقي التصاقات شديده لدرجه ان انت بتسلك بالكاميرا نفسها. يعني انت بتدخل بالبورت بتاع الكاميرا وتقعد تشوف مكان تدخل منه الكاميرا نفسها تقعد تسلك بالكاميرا عشان تدخل بالبورتات الثانيه. يعني القرار طبعا قدرات جراحيه لازم تكون عاليه جدا في سبيل ان حضرتك تعمل عمليه باحترافيه عاليه جدا. العمليه اختيار العمليه نفسها او اختيار المريض وقرار ان دي عمليه فاشله. العمليه الفاشله دي حاجتين يا اما زياده وزن انت بتسيب العيان هو سنتين وزنه ما قلش 50% من وزنه الزايد. يعني سي ان هو وزن الزايد عنده 100 كيلو لو خس اقل من 50 كيلو يبقى العمليه دي فشلت خلاص. ما هي دي محتاجه اعاده اصلاح ودي من اسهل الحاجات اللي ممكن تتصلح. لو تكميم وسعت ممكن نعيد اصلاحها يعني نقصها تاني او نحن نعمل ابلكيشن تانية او يعني دي حاجه. اعاده الوزن برضو في تحويل مسار المعده المصغر يمكن اعاده اصلاحه بتحويله لتحويل مسار معده كلاسيكي وممكن نحط عليه بند. تحويل مسار المعده الكلاسيكي بقى ده يعني محتاج خطه. يعني يا اما بنصغر المعده بس ونحط عليها بند يا اما بنصغر المعده ونحط عليها بند ونعمل حاجه اسمها ديستاليزيشن او ان احنا بنزود طول الجزء المعزول من الامعاء ودي لها نوعين. يعني نوع تطويل للبيلي بانكرياتيك ليمب المشهور عالميا دلوقتي او ان احنا نطول الرو ليمب بس العالم كله شغال ان احنا نطول البيلي بانكرياتيك ليمب. يعني نقص الرو ليمب ونحطه على بعد اطول شويه ونبقي 3 متر بس من نهايه الامعاء. لكن ما نعملش حاجتين بقى بعنف ان احنا نعمل تصغير لحجم المعده وباند ونعمل ديستاليزيشن يبقى العيان مش هيعيش. يبقى اذا لازم يا اما تعمل يعني العيان ما نعملوش ريستريكشن عنيف ونعمل له مال ابزورشن عنيف. يبقى محتاجه معادله. يعني انت بتشوف العيان ده وزنه قد ايه طبيعه حياته قد ايه سنه استحمل ولا ما استحملش المال ابزورشن هيقدر ماديا يشتري الفيتامينز ولا ما يقدرش ما بعد الديستاليزيشن لان الديستاليزيشن ده ات مينز ان انا الديستاليزيشن اللي هو نقل الوصله لمسافه ابعد وباقي جزء صغير من الامعاء يشتغل على الامتصاص. فالموضوع حرفي يعني هو الموضوع ما يتاخدش في هعمل لا يعني ده محتاج خطه. يعني الحوار معاك في الاصلاح ممتع للغايه لانه واضح ان المنطقه دي هي المنطقه الاكثر اشباعا للناحيه الجراحيه والتحديات فيها اعلى. وطبعا مريض هنا كمان مريض بيبقى جاي فعلا حالته النفسيه مش عاديه حاله نفسيه صعبه عايز دقة شديدة جدا وعايز حرفية شديدة. ولذلك احنا هنتكلم على عمليات الإصلاح كثيرا مع ضيفي العزيز. الحوار معك ممتع للغاية. أنا هسيب الناس تسمع كلام المرضى تسمع كلام
الحكايات بتاعه الناس، لانه دايما كلام المريض بتاع سنه مختلف. لكن انا اؤكد ان انا، ومش بس انا، كل المنظومه بتاعتها سعيده بوجودك معانا، لان احنا بنسمع مستوى علمي راقي جدا جدا. اولا بلا شك ده يعبر شديد التعبير عن التقدم المذهل والحاله العلميه الرائعه لقسم جراحات السمنه جامعه عين شمس، وهذا القسم اللي انا شايف له ايادي عظيمه على جراحات السمنه في الوطن العربي كله. بلا شك بلا شك قسم رائع جدا 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 جامعه عين شمس. اساسا الحته دي هي فيها ليها تقل علمي قوي جدا من ناحية الأكاديمية، ومن ناحية النشاط، ومن ناحية الأداء، ومن ناحية الرقابية، ومن ناحية الدقة والصرامة والسيطرة على المنظومة بشكل رائع جدا. فأكيد التحية لرئاسة الجامعة ولهذا القسم العظيم جدا، لكن اسم متميز للغاية وناحية علمية راقية في الشرح والتفصيل، وأيضا جرأة واضحة جدا في التوضيح، وهذا هو سبب الدعوة الأساسي. لكن أنت أبهرتني بالطرح العلمي. شكرا. بشكل رائع جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة ومناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف للجودة في جراحات الدولي في جراحات السمنة SRC. ضيفي العزيز كان في واحدة من سلسلة حلقات هامة جدا هي عالم السمنة، عالم جراحات السمنة، هذا العالم المثير ما له وما عليه. مفيش حد ما بيشتكيش من هنا الظهر، مفيش حد ما عندوش مشاكل في رقبته، كل الناس ظهرها بيوجعها. خلينا النهارده نقرب من هذا البرانش، من هذه زي ما بيقولوا الهاله الجميله حوالين علاج الالم. المريض بيخش بالاشعه، يا دكتور انا عندي الرابعه والخامسه، لو سمحت عالجني منها ودي تعباني جدا. بعد ما نشوف المريض ونشوف ان هو عنده رابعه والخامسه ونبتدي نكشف عليه وناخد التاريخ المرضي منه، نكتشف ان المريض مش الرابعه والخامسه هي اللي عامله له الم، هو المريض عشان كان عنده وجع اسفل الظهر فقال انا هروح اعمل اشعه واوريها للدكتور، فالاشعه بينت ان في غضروف، انما ده مش سبب الالم. في مفصلات ما بين كل فقره وفقره، مفصلات الجار فقريه، وهنلاقي فيه المفصل اللي ما بين عظم العمود الفقري وعظم الحوض اللي بنسميه مفصل الحوض العجزي، هو المفصل ده. ده يشكل 30% من الام اسفل الظهر. كانت اساليب زي ما بيقولوا حديثه او محدوده التدخل، وهي حديثه طبعا التكنولوجيا. ايه الاساليب محدوده التدخل؟ دي بنسميها او بنطلق عليها يعني المرحله الثانيه مع او بعد العلاج التحفظي. اول حاجه الحقن والتردد الحراري. الحقن والتردد الحراري دي تقنيه بسيطه، التقنيه ديت بتتم داخل المستشفى تحت جهاز الاشعه وتعقيم كامل. خلال نص ساعه المريض بيكون مخلص، وبعديها بساعتين بيقدر يروح ويمارس حياته الطبيعيه كويس جدا. احنا ما عندناش عظم فقط، ده في عظم وفي اغشيه واربطه وعضلات، ممكن يكون سبب الم الظهر من حاجات تانية غير العظم او من غير الانسداد الغضروفي. ده مريض مثبت بشرايح ومسامير بعد عمليه، احنا جاي بيشتكي بالم بعد العمليه. الالم ده نتيجه تكون تليفات والتصاقات جامده جدا بعد العمليه، بنعمل عليه حقن وتردد حراري لجذور الاعصاب المتليفة ونحن مواد بتدوب التليفات. واحنا بنقول الام المفاصل هنقعد نفكر في الركبة برضه، هنفكر اكيد في الرقبة، هنفكر اكيد في الام تانية زي الام العصب الخامس والام العصب السابع، زي الهيدك، زي الصداع النصفي، قصص كتيرة جدا تحت منظومة علاج الالم. اهلا بكم. كم من المضحكات هي مبكيات، يعني اللي احنا شايفينه يبدو في عاملين هم الباك جراوند بتاع الضحك على اساس ان حاجه كوميديه، لكن هي مش حاجه كوميديه. البنت دي بتعذب. الشخير يا جماعه مرض خطير جدا جدا، ومرض يعني برضه من الامراض الحالات المرضيه اللي احنا بنحاول نطلع من دماغ الناس على انه موروث فكره الشخير انه حاجه ده بيشخر وهو نايم، بيشخر وهو نايم ده عنده حاله مرضيه. شخير وهو نايم ده يخليك يجيلك ارتفاع في ضغط الدم،
يأثر على قدراتك العقلية. دي مهمة جدا. واحد يقول لي يعني ايه القدرة العقلية دي؟ يعني اللي بيشخر بشكل مزمن بقاله فترات طويلة طبعا بيبقى مزمن، قدراته العقلية الحقيقية مش هي اللي بيعيش بيها دلوقتي طالما ما حلش المشكلة. هو أكثر ذكاء وقدرة على التركيز من اللي هو فيه دلوقتي. لو هو مثلا محاسب في بنك وتركيزه كويس من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 1 وبيبدأ يهنج من بعد الساعة 1، هو نفسه يقول كده، لا لو ما بيشخرش هتلاقيه شغال كويس جدا لغاية الساعة 4 أو 5 ما عندوش أي مشكلة. هتلاقيه بيسهر وبيحل مشاكل بشكل أفضل وبيحل وبيرد بشكل فيه هدوء. لكن طالما بيشخر هتلاقي كل ده مش حاصل. ضغط الدم المرتفع ده لوحده في كل الكتب، في كل الكتب موجود. فعشان كده اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي وبتضحك فيه، لا ده مأساة يا باشا، مأساة لا يدركها إلا الإنسان اللي بيشخر واللي قريبين منه، اللي قريبين منه. تعالوا النهاردة نقرب من هذا الأمر بدقة شديدة ونفهم ما يتعلق بالشخير والخنقة والنوم وكل ما يتعلق به مع ضيفي العزيز الذي يبدأ في حواره دائما ويمتعنا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا، واحد من الأسماء المتميزة للغاية في هذا العالم على مستوى مصر طبعا والوطن العربي، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، صاحب دكتوراه الأنف والأذن والحنجرة والاستشاري العلاج بالليزر من جامعة القاهرة وزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بيك يا دكتور هشام. أهلا يا دكتور أيمن، نورني. أهلا بيك. كنا قبل الهوا بأحكي لك قصة مهمة جدا عن حد بيشخر في رحلة. أنا شفت بقى الشخير ده، أنت عارف المفاجأة إن الواحد يروح رحلة مثلا شبابية في كامب مثلا أو في بتاع، فتقعد في مكان أو في أوضة مزدوجة فتلاقي حد جنبك بيشخر، مصيبة سودة، صح؟ أكيد أكيد، زي ما شفناها دلوقتي. أكيد أكيد. أولا أنا بشكر حضرتك جدا على المقدمة الرائعة اللي حضرتك قلتها، وحضرتك بتتكلم الحقيقة أنا ضار في ذهني يعني جملة كده، إن أنا بحمد ربنا إن على توفيقه إن الواحد اختار هذا التخصص الدقيق النادر، واللي الواحد بقاله فيه بفضل ربنا لغاية النهاردة 30 سنة في مجال الشخير من سنة 90 أو 91 بالضبط، والواحد بيدرس وبيشتغل وبيفحص مرضى الشخير. أيام ما كان الكلمة شخير أما أقولها لحد كانت كلمة عيب، لما أقول لحد جاي لي هو وزوجته أنت بتشخري تروح حاطة وشها في الأرض، وأقول له أنت بتشخري يروح حاطط وشه في الأرض، وكأن بنتكلم في موضوع يعني لا يمكن أو عيب جدا إحنا نتركه. الحمد لله فضل ربنا يعني بعد 30 سنة النهاردة موضوع الشخير أصبح الناس عرفت أهمية الشخير، وهي اللي بتيجي النهاردة تقول لي أنا عندي كذا، وتيجي مسجلة لنفسها وهو يجي مسجل لنفسه، والموضوع النهاردة الحمد لله في طريقه مش أقول للحل، لأ الحمد لله النهاردة بخبراتنا اللي بقالها فترات طويلة بالأجهزة الحديثة بمشاكل الشخير اللي ابتدت يعني تنتشر وابتدت الناس تعيها بفضل طبعا ربنا وفضل ثم برنامج بتاع حضرتك الحقيقة على مستوى الوطن العربي والعالم. النهاردة ناس كتير جدا انا مش هقول من بره مصر، انا هقول من بره الوطن العربي كله، من امريكا ومن اوروبا ومن كل دول العالم بتيجي عندنا بفضل الله في المركز عشان شايفه الكلام علمي شكله عامل ازاي، النتائج بتاعتنا شكلها عامل ازاي. وجهين لعمله واحده، الخنقه والشخير. الناس برضو ساعات يعبروا عن كده يقول لك ده بتخنق هو نايم، ما هو هو الشخير بالنسبه له ده ظاهر شيء صوت، لكن الخنقه ده عايزين نفهمها اكتر. شوف حضرتك الشخير يعني الشخير زي ما بقول هو موضوع متحرك دايناميك، يعني العيان اول ما بيجي لي يقول لي يعني مثلا انا من 10 سنين وانا بشخر، طب النهارده اول سؤال طب النهارده شكلك عامل ازاي، يقول لي لا ده انا النهارده بتخنق. طيب يعني من 10 سنين كان في شكوى والشكوى بتتحرك لغايه النهارده ابتدى يحصل اختناق، لكن هو سؤال ايه اللي بيخلي الشخير العادي او الصوت يتحول لاختناق؟ الفترات الزمنيه الطويله ودخول وخروج الهواء في اماكن محدده باختناق وبسده بيخلي الاماكن دي
تتحرك حركه غير طبيعيه زي مثلا فتحه البق ودخول الهواء وخروجه من فتحه البق، بيحرك حاجات كتير، بيحرك سقف الحلق وبيحرك الهواء وبيدخل في منطقه الحلق وبيدخل في منطقه اللسان وبيدخل في منطقه اللوز وبيدخل في منطقه لسان المزمار. دخول الهواء في غير مساره بيلخبط الدنيا، في غير مساره بيلخبط الدنيا، وهو ده اللي بيخلي الشخير يتحول من شخير بسيط لشخير عالي لخنقه. كلمه خنقه عندنا يعني في سدة موجودة زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، في سدة موجودة في مجرى التنفس. السدة اللي موجودة في مجرى التنفس دي هي دي اللي بتعمل الخنقة. ليه؟ لأن بيحصل ترهل، سقوط في سقف الحلق، تضخم في اللزان وبيقفل مجرى التنفس، فخلاص الواحد يتنفس منين طالما المجرى اتقفل بتاع التنفس، فبتحصل الخنقة، فبتحصل توقف النفس، يحصل توقف أكسجين. الناس النهارده ما شاء الله عليها بقت تيجي بتشرح حالتها بطريقه علميه، يقول لي انا النهارده بيحصل لي توقف نفس ونتيجه توقف النفس بيحصل لي كذا وكذا، وهو ده الفيديو اللي احنا شايفينه ده في منتهى الخطوره. هو ده توقف نفسه، ابتدى الاكسجين بتاعه يقل لغايه درجه معينه، المخ بيبتدي يعمل الارم، يعمل جرس، الحق اكسجينك قل. لما بيقول الالارم داون او جهاز الانذار اكسجينك قل، على طول بتوصل إشارات لعضلات التنفس اللي في الصدر، العضلات تبتدي تتحرك ويبتدي الشخص يرجع مرة تانية يتنفس، هو ده اللي بيحصل. هو الممثل ده ممثل طبعا، بيمثل أوفر أكتنج شوية، ساعات تبقى أقل من كده، بس هي بتبقى عنيفة، يعني هي مش شرط يروح جاي قافش في صدره، لكن هو بيكح كده وبيقوم مرة واحدة، يعني كأنه اضطرب في النوم. يعني بتبان في الطيارة قوي، لما تكون حد من اللي بيشخره في الطيارة، لا ده بتبقى مأساة، بتبقى مأساة، وخصوصا لو طيرين فترة. ايوه يعني انت لو طاير لأمريكا مثلا او طاير للصين، لا ما هو ده فترة تمانية طويلة. لا ده دي مشكلة حقيقية بتقابلني. رجال اعمال يجي يقول لي انا مشكلتي الحقيقية وانا في الطيارة. بالظبط. يقول لي انا اولا ما بحبش انام، بفضل صحي، بصحي نفسي غصب عني، بس ما بقدرش لان هو لو نام تخيل حياتك صوته بيعلى على صوت الطياره. ما هو بيضايق اللي في الطياره كله. بالظبط كده. ما حدش يقدر يستحمله بصوت شخيره، وخاصه في الطيران الطويل بيعمل قلق للناس كلها. فتخيل حياتك هذا الشخص اللي بينام وهو على فكره ده كمان ايه، ده نايم وهو قاعد ده، يعني صوت الشخير والخنقه اقل بكثير، 50% اقل من لو هو نام على ظهره. تخيل ده في اوضه النوم شكله عامل ازاي. قصه مرعبه. اشرح لنا العمليه بقى، يعني العمليه اللي بس بتطلقون عليها عمليه تفصيليه، تيلور ثيرابي او تيلور سيرجري. شوف حضرتك، يعني الحقيقه يوميا بيجي لي على البيج عندي وعلى الشانل على اليوتيوب اسئله لا حصر لها. عمليه الشخير تكلفنا كام؟ قول لنا عمليه الشخير تعمل ايه. بص حضرتك، هو 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 في عمليه محدده اسمها عمليه شخير، في عملية محددة اسمها عملية استئصال لوز، في عملية محددة اسمها عملية تقويم للحاجز الأنفي. لكن عملية الشخير هي عملية متغيرة. يعني إيه؟ يعني هو السؤال الأول هو إيه سبب الشخير وإيه سبب الخنقة؟ ده أول سؤال وأصعب سؤال وأصعب حاجة في شغلة يعني الطبيب المتخصص في جراحات الشخير، هو التشخيص. إن أنا أعرف السدة فين، لأن أنا لو ما عرفتش أشخص مش هعرف أعالج، ولو شخصت غلط أعالج غلط والعيان مش هيتحسن. فالتريك كلها في كيفية التشخيص الصحيح. عشان كده عمليات الشخير عمليات متغيرة جدا، متغيرة من وانا بشخص، ومتغيرة بنسبة طفيفة جوه قط العمليات. كتير جدا ببقى أنا داخل قط العمليات وعامل حسابي إن أنا هعمل 1 2 3، أدخل قط العمليات يطلع لي 4، يطلع لي 5، العيان هو نايم مختلف. ولما بعمل له بالخبرة بقدر أعرف إذا كان نسبة التجميل اللي أنا بعمله له، نسبة يعني شد سقف الحلق، شد عضلات الحلق، الكلام ده هيجيب نتيجة، ونتيجة كام في المية. فعمليات الشخير بتبدأ من، بص حضرتك شايف الفتحة الأنف الخارجية دي، بتبدأ منها. ليه؟ احنا قلنا سدة يعني سبدأ من أول فتحة الأنف. الفتحة دي في حد يجي لي وعنده حاجز أنفي معوج، لكن مع الحاجز الأنفي فتحة أنفه اليمين أكبر من الشمال وفتحة ضيقة، بضطر إن أنا أوسع له الفتحة عشان دخول الهواء. دخول الهواء ده هو الكي بتاعنا،
فمن اول فتحه الانف لاول الغضاريف لغايه الحاجز الانفي للحميات للسقف الحلق للهاء للوز للسان للغدد اللسانيه للوز اللسانيه حاجات كتير جدا بتعمل مشاكل شخير وخنق. فعمليه الشخير عمليه مركبه، وكمان الاجهزه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي، النهارده كل يوم بتدخل جهاز جديد. النهارده كان زمان كنا بنقول ليزر، النهارده الليزر بقى دوره صفر في موضوع الشخير وموضوع عمليات الشخير. النهارده بقى عندنا الكوبليشن بما له من مميزات، بقى عندنا الراديو فريكونسي بما له من مميزات. بس ده راديو فريكونسي غير اي راديو فريكونسي، ده راديو فريكونسي لا يعني مخصوص لي بالظبط المنطقه دي بالظبط. ده الكوبليشن النهارده ما شاء الله الناس بقت عارفه شكل جهاز شكله عامل ازاي. جهاز الشيفر النهارده ادخلناه وعمل بيعمل طفره في التدخل لغضاريف الانف والتدخل، ده الجهاز الشيفر باليد بتاعته. طفره في عمليات الغضاريف، طفره في عمليات اللحميات، طفره في عمليات اللسان، ان احنا بناكل جزء من اللسان وجزء من اللوز اللسانيه بالشيفر النهارده وفي ثواني. النهارده العيان عمليه الشخير زمان، وده جهاز الشيفر وهو بيدخل داخل الغضروف وبياكل منه من الداخل عشان يقلل حجمه. النهارده ما بقيناش نشيل الغضروف خارجيا، بقينا نقلله داخليا عشان نحافظ على الجدار الخارجي ووظيفة الأنف ووظيفة جدار الأنف وجدار الغضروف. هو الشيفر يعني الكاشت بالظبط، جاي من شيفنج الحلاقة يعني بالظبط. ده يخليني أروح برضو أسمع المريض، يعني المريض هو بيتكلم بيعبر بتعبيرات ربما تكون هي خاصة بيه، وأنا بعتقد أن كل مريض له تعبيراته خاصة، ولذلك كل مريض لوحده يعتبر تجربة فريدة في حد ذاتها. فتعالوا نسمع مع بعض أستاذ جمال ماذا يقول. أنا بقالي أكتر من 5-6 سنين أو أكتر أن أنا بموت وأنا نايم من النفس ومش عارف حاجة، أنا معرفش أصلاً عندي إيه، وانا نايم نقوم فازع كده نروح واقف في الشقه مش عارف انا عندي ايه، كل اللي اعرفه ان انا مش عارف اتنفس. فبدات بقى ايه ناخد نفسي من حنكي ونلاقي حنكي ده كانك كبسه تراب، في تراب من جوه، نقوم نبل ريق بشويه ميه نتمضمض وحنكي ناشف وشفايفي من قدام ناشفه من الهواء اللي باخده من حنكي. فطبعا بدات ان انا نسال على الحاجه اللي عندي، بدات نسال الدكاتره بتاعه الانف والاذن عندنا في اسكندريه، كل اللي نروح له يخوفني، كل اللي نروح له نسيب ده ونروح لده يخوفني، يقول لي عمليه خطره عمليه خطر دي، واللي يقول لي دي خياطه وتقطيع وتجريح علقه، في واحد قال لي دي علقه جامده، احسن ما تعملهاش. طبعا احسن ما تعملهاش، طب اعمل ايه؟ قال لي هات جهاز، الجهاز ده ب 25000 جنيه او ب 20000 جنيه تحطه في البيت خراطيم وحاجات، وانا سواق نقل بسافر بسيب البيت بالاسبوع بره، هناخد معايا الجهاز. طب هعمل ايه؟ بموت. فطبعا الدكتور كشف عليا ودخلت عشان نعمل العمليه، طبعا انا خايف، كل اللي نقوله يقول لي عمليه خطر، يعني جاي وانا مطمن من غير ما نشوف الدكتور هشام. ليه؟ كنت نشوف الحالات اللي بيعملها في التلفزيون اطمنت، ده اللي جابني. ففعلا جيت قعدت هنا بتاع ساعة ونص ولا ما يكملش ساعتين، لقيت العملية اتعملت. عيالي بيقولوا لي مطلع طبق فل كده، مطلع يجي نص كيلو حاجات من زوري ومن بقي من جوه، ايه هي انا معرفهاش، لوز على غضاريف على حاجات على لحميات على حاجات ياما قوي طالعه من زوره، كل ده انا ما حسيتش بيه. في تعبير قاله مهم جدا، جمله مخيفه قالها، جمله تخوف، ان سواق نقل تقيل. ده 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 الكلمه دي مهمه جدا، كارثه. ده ممكن يسوق وهو ينام وهو سايق. ده اللي حصل. امال ايه؟ ده يموت ناس. طبعا الشخير والخنقه وقله النوم والسواقه قصه في منتهى الخطوره، تؤدي الى
موت الشخص وموت اشخاص اخرين بسببه في النقل الثقيل. لا هيعمل كارثه كبيره. بالظبط كده بالظبط. اولا يعني انا طبعا يعني العفويه في كلام المريض زي ما حضرتك قلت قبل ما تقدمه مهمه جدا. كل انسان له قصه لوحده. بالظبط كده. وهو بيحكيها يعني هو دلوقتي مثلا في جمله في الاول قالها مهمه قوي اللي هو انا حاسس ان في حاجه بتقولون انا مش عارف ليه. وبعدين تعبيراته علميه جدا. قال لك انا بدات اتنفس من بقي فبدا يجي لي ديهايدريشن سيمتوم اللي هو قالها دي حالات بسبب التنفس الفمي بيحصل له جفاف. الناس معلوماتها الطبيه اترفعت فضل ربنا طبعا. يعني اهم حاجه بس نفهم ان كل يعني حاله لها تيلور ثيرجي يعني ليها تفصيله جراحيه خاصه بيها صح كده؟ اكيد اكيد. كل حاله مختلفه عن الثانيه تماما. ما فيش حاله زي الثانيه. انا لو عملت 50 حاله كل حاله التدخل سميه الجراحي بغض النظر عن الاجهزه اللي بنستخدمها تدخل مختلف تماما. اصعب ما في عمليه الشخير اصعب حاجه التشخيص والتجميل. يعني لما نيجي نعمل عمليه مثلا الحاجز الانفي سهله جدا. سهله ليه؟ لما يتعمل بنسبه نجاح 100% وكل حته فيه بتتظبط خلاص. ما ينفعش واحد اللي يعمله بنسبه يعني تقويم 90% العمليه فشلت. فاحنا بنسبه 100% سهله. لكن هو الصعوبه والخبره في التجميل في الجزء بتاع سقف الحلق والجزء بتاع العضلات الحلق والجزء بتاع اللوز. هو ده المدخل ما بين الانف وما بين الفم. الجزء ده هو الجزء اللي بيبقى ضيق الجزء الرخو ما بين جزئين عظميين زي ما بيقولوا. فهي القصه كلها في الحته طبعا مع بقيه الحاجات. لكن انا بقول الخبره بتتدخل في الحته دي بنسبه 100%. تعالوا بقى ننهي بفيش اجمل من انه ما بعد ذلك ماذا يقول بعد اجراء هذا البروسيدر الجراحي المهم جدا. كالعاده نورتنا وابدعت. لا بوجودك يا دكتور ايمن. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم استشاري الانف والاذن والحنجره صاحب دكتوراه الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الجميله. سيبكوا بقى مع المريض. اوعى تكون بتشخر وانت نايم ومطنش. اوعى. خليكم مع الدكتور. فبعد ما عملت العمليه الحمد لله بنام. يعني انا كنت لما الواحد بيتقلب على الجنب ده وعلى الجنب ده لما نتقلب على الجنب ووشي للحيطه كان النفس بقى ايه بيكتم مفيش خالص. مضطر انني ايه انام على الجنب التاني. طبعا عايز اريح جنبي مش عارف. فطبعا النفس كاتم مفيش نفس. فبعد ما عملت العمليه وخلصت من العمليه لقيت نفسي حاليا دلوقتي بتعمد ان انا نحط وشي في الحيطه اشوف ايه النتيجه واحط الغطاء على وشي. بنام وفي نفس وكل حاجه والحمد لله والشكر لله. فالنصوحه مني للي عنده التشخير وعنده ضيقه النفس ما بيعرفش ياخد نفسه من مناخيره يعمل عمليه التشخير ديت وضيقه النفس. يعمل عمليه التشخير وضيقه النفس لان الجهاز ما ينفعش يشوف الدكتور يروح له ويقول له عندي كذا وكذا وكذا. التشخير والنفس اللي ما بيعرفش ياخده اللي هو كان عندي انا ده. فانا عن نفسي عملتها والحمد لله ربنا نجانا منها وشفانا والحمد لله والشكر لله. اهلا بيكم. ومفيش سنان بالقوه دي وارجوكم ما تستخدموش سنانكم يا جماعه بطريقه يعني تقلق. انا مره كنت قاعد مع حد يعني لقيت ايه ازازه بيبسي فتاحه يا جماعه نفتح البيبسي. انا بحب اشرب يعني المياه الغازيه من ازايز ما بحبش اشربها من كان. ففتاحه يا جماعه فتاحه بندور على فتاحه فقعدت بس ايه فتح طبعا اللي هو ايه رد فعل الواحد بيبقى ساعات مش لاحق. يعني ايه اللي انت عملته ده يا عم الحاج؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وشيء مخيف جدا الواحد يستخدم سنانه استخدام زي اللي احنا شفناه. كلم مسدس يا عيني. في عادات كتيره غلط بنعملها، عادات سلبيه كتيره، مش مجرد ان انت بس بتفتح بحاجه، لا في حاجات تانيه كتيره. اولا في مثلا ناس عندهم عاده انه ياكل الاكل في ناحيه واحده. ياكل
بياكل دايما ناحية اليمين، هي دي بيبقى ساعات مضطر ناحية الشمال في سنان وقعت منها وسايب ومطنش الكلام ما زرعش سنان، فده ممكن يضر وشه في السيمترية. كمان في ناس عندهم أكل لمخللات كتير، ده بيضر السنان جدا. في ناس بيشربوا مشروبات غازية كتير، بطل الحمد لله رجعت ما بشربش مشروبات، بشرب مشروبات طبيعية. في ناس بمهملين في تنظيف السنان بتاعتهم، في ناس بينظفوا سنانهم أو بيستخدموا الخلة اللي احنا شفناها دي بشكل أوفر جدا، والخلة دي ممكن تعمل مشاكل كتيرة جدا. في ناس بتستخدم أسنانها استخدامات عنيفة زي ما احنا اتكلمنا في بداية كلام. في ناس بتستخدم بقى حاجات مخيفة للسنان، السجائر الإلكترونية على فكرة دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تدمر سنانك، السجائر عموما، الشاي والقهوة، بس السجائر الإلكترونية لأنه فيها مواد معينة ممكن تدمر السنان كلها. كل ده في النهاية وصلك لحتة إن أنت سنة تقع تتلخلخ تضعف تتكسر تروح. لو السنة دي أمامية باينة أنت بتتحرك أسرع، السنان الخلفية بيخليك مش باينة فبتتحرك ببطء، بس بتضطر تروح في الآخر نتيجة مشاكل كتير هنفهمها النهاردة. الزراعة اختلفت تماما عن قبل كده، عن قبل كده ده الكلام ده أنا بتكلم على تطور الزراعة في العشر 15 سنة اللي فاتوا، تطور كبير جدا. النهاردة هنفهم كل ما يتعلق بالزراعة وهنجاوب على ملفات كتيرة قوي في هذا العالم الممتع جدا، عالم التكنولوجيا خدمته كتير. النهاردة حوارنا مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما، والحقيقة بنسعد جدا وبسعد جدا بأننا نلتقي عشان أنا بستمتع بحوار أولا زموس ريسن زموس أدفانسد وبالإضافة لكده في الجون، وبيجاوبنا على كل الخلافات وكل الدوشة اللي بتحيط بأي موضوع. النهاردة زراعة أكيد في دوشات معينة وحاجات معينة هنجاوب عليها، المبدع دائما والذي قدم الكثير من العطاء الجيد جدا لعالم الثقافة المتعلقة بطب الأسنان، واحد من ميجا ستارز هذا العالم، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده إجراء مهم جدا، ده حاجة في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ضيف العزيز دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في عالم مجال تجميل الأسنان وعضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي. نورت الدكتور. أهلا دكتور، وحشني جدا. وانت جدا جدا جدا. النهاردة أنا جاي لك بملفات خاصة بالزراعة. وهنفتح ملف ملف ونقفل بقى ايه زي ما بيقولوا الثغرات والفوضى الحادثة حواريا حول الزراعة في كثير من الأحوال. عايز أبدأ الأول عن الأحدث، ايه الأحدث دلوقتي في عالم الزراعة؟ بص، الزراعة من أكتر فروع طب الأسنان اللي استفادت من التكنولوجيا. واحد، أصلا فكرة الزراعة زي ما اتقال في أول البرنامج دي بدأت في أول الخمسينات باكتشاف مذهل ان التيتانيوم الجسم او العظم بيفكروا عظم او بيتالف معاه وبترسب عليه وبيعمل حاجه اسمها انكلوزز او تعظم، فبيبقى التيتانيوم ده هو والعظم حاجه واحده. اكتر الفتره اللي فاتت بقى كل التكنولوجيا مبنيه على ايه؟ ازاي اعالج سطح التيتانيوم واعمل منه سبايك تساعد ان العظم يمسك اسرع واقوى، لان انت في الاخر عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل زراعات تعيش معاك وتعامل بيها انها زي الاسنان الطبيعيه. يبقى هنا اهم حاجه عندي الديورابيلتي بتاعه الزرعه. ديورابيلتي الزرعه مبنيه في الاساس على ايه؟ على قدره العظم وقوته في الالتصاق او ان هو يحصل له تعظم او اوسيو انتجريشن مع الزرعات.
وصلنا، انا شايف ان احنا وصلنا دلوقتي ان الحمد لله احنا وصلنا ان نسبه نجاح الزراعه من 95% ل 99%، ودي من اعلى نسب نجاح اي عمليه في طب الاسنان. يعني في ناس ايه تقول لك السنه قلقانه من الزراعه، طب هي نسبه نجاحها قد ايه؟ حضرتك بتروح تعمل كل الاجراءات في طب الاسنان وعمرك ما سالت السؤال ده. يعني علاج العصب نسبه نجاحه قد ايه؟ اقل من الزراعه. التركيبات الثابته اقل من الزراعه، وانت بتعملها وانت مطمن. ليه؟ لانه بقى اجراء روتيني، بقى اجراء معتمد بقاله سنين. الزراعه بس عشان هي اجراء مش معتاد لسه جديد، وطبعا هو مش جديد قوي، يعني بنتكلم ان هو من الخمسينات وتطور قوي اخر 20 سنه، بس هو ستيل فرع الناس مش متعوده عليه فقلقانه منه. على العكس الزراعه هي من امن ومن انجح العمليات اللي احنا بنعملها في طب الاسنان. ده بفضل ايه؟ بفضل ان التكنولوجي فضل التطور في المواد اللي احنا بنستخدمها فيه عشان توصلنا ان احنا نعمل زراعات ديوربل بتمسك اقوى بتعيش اكتر. فالتكنولوجيا هنا فادتنا جدا جدا. معالجه الاسطح، قوه الزراعات نفسها لما تعمل سبائك من التيتانيوم وتبقى قويه لدرجه ان انت تعمل منها زراعات رفيعه جدا علشان خاطر الحالات اللي عندها مشاكل في زراعه العظم ومش عايزين ندخلها في زراعه عظم، فاقدر الاقي زراعات حجمها قليل او رفيعه عشان اقدر دي. لو انا عندي الزرعه حجمها قليل، ما ده وارد تبقى لو معموله من ماده ضعيفه انها تتكسر. لا، هم قدروا يوصلوا انهم يعملوا زراعات قويه جدا مهما قدرنا نخلي السمك او الدمتر بتاعها قليل، بحيث انها برضو تبقى ديوربل. كله بيفكر ازاي يطور علشان خاطر يدينا زرعه ديوربل ماسكه في العظم عايشه بتفاعل وبتعامل معاها في الاكل بالذات بشكل طبيعي. الراجل اللي كان المسدس ده طبعا مش هنخلي حد ياكل المسدس، وطبعا هو كان عايز ينقذ حياته، لكن الزراعات والتركيبات الحديثه قويه جدا 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 نقدر نتعامل معاها بشكل طبيعي زي الاسنان الطبيعيه. السؤال او اكتر معضله دايما بتشغل بال الناس انه واحد يروح يزرع فيتقال له العظم عندك مش كفايه. تمام. دلوقتي برضو من ضمن يعني من ضمن الفوائد اللي فادتنا جدا في التكنولوجي حاجتين. اول حاجه ان الناس اللي ما عندهاش عظم كفايه بقينا نقدر نعمل لها عمليات زراعه عظم، وتم برضو عمل ابحاث وتطوير العظم الصناعي حتى علشان في ناس كتير بتخاف من الاوتوجينس اللي هو العظم اللي بيتاخد من الحاله، وان كان في بعض الحالات لازم ما لهاش حل. تم تطوير طبعا العظم الصناعي، وده بقى بديل في حالات كتير قوي زي بالذات الفك العلوي في المناطق الخلفيه اللي بنعمل بيها عمليات رفع الجيب الانفي اللي بنعوض فيها تاكل العظم الشديد. دي بقت عمليه عاديه جدا بنسب نجاح عاليه جدا جدا جدا، خلت الناس اللي ما كانش نافع انها تعمل زراعه انها تعمل زراعه. طورنا بقى الموضوع اكتر من كده ان في زراعات حديثه اسمها زيجوما امبلانت. زيجوما امبلانت يعني انا خلاص ما عنديش عظم في الفك، والحاله صحيا ظروفها الوقتيه، لان زراعه العظم عشان تزرع عظم فبتستنى 6 شهور وبعد كده بتزرع وبتستنى 6 كمان من 3 ل 6 شهور علشان تعمل التركيبات الثابته، فبنتكلم في رحله مدتها سنه. فتم تطوير نوع من انواع الزراعات طويله. الزراعات ديت ما بتتحطش في الفك، بتتحط في الزيجومه. هنشوف دلوقتي صوره حاله جايه من غير اسنان وبعد الاسنان بقى شكلها ايه عشان نعرف الفرق اسنان ولا سنين. تعال نشوف مع بعض. الوش بيطبق يا جماعه، مع طبعا مع احترامنا لل شايف الفرق ده كانها بنتها. شايف الفرق ده كانها والله انا عايز اقول لك بقى ان انا لو مش شايل العينين كمان الفرحه اللي في العينين وشكل العينين ازاي مظبوط مع شكل السمايل. لا بقول لك انها بنتها. الفرق ايه؟ على فكره دول نفس الشخصيه. الفرق ما الحسن الحمد لله ماشي يعني. ممكن بنتها ورثه الحسنه. الفرق ايه؟ عايزين نعلم الناس الفرق ايه؟ اسنان مش سنين. الفرق اسنان مش سنين. لو فضلت تعمل بوتوكس. لا بس انا بحييك ان انت جبت بقى وش مصري اصيل كمان. الحمد لله. ما في وشوش مصريه اجنبيه شوي، لكن ده وش مصري كلاسيكي بقى. وشايفين الفرق؟ طبعا. احنا هنا عايزين نعرف الناس ان الزراعه من اكتر الحاجات بالذات بقى للستات اللي ترجعك شابه تاني. والرجاله كل الناس، ما هنشوف راجل تعال انا بص الفرق بين الاثنين. بص فرده
بص فرده شفايفه. اها بص شفايفه هنا كانت عامله ازاي وهنا عامله ازاي. مبدئيا شفايفه فوق كانت داخله يعني. بص هنا شفايفه اللي تحت هي اللي سابقه في اللي بعد. رجعنا تاني للشكل الطبيعي. هو الشكل الطبيعي ان الشفايف اللي فوق تبقى سابقه، يبقى الفك اللي فوق عندي سابق الفك اللي تحت، يبقى خدي ده مليان. بص هنا الفرق اسنان، الفرق اسنان مش سنين. انا كمان عايز الناس اللي بتظهر في الافلام مسلسلات يعني لازم الناس تكون عندها يعني اهتمام باسنانها يا جماعه ارجوك، لان انت بالذات اللي بيظهر في التلفزيون لان انت نموذج بالظبط. مش بس نموذج يعني، يعني في ناس يعني فعلا هيتغير شكلها. طبعا طبعا. كنت عايز تقول حاجه، انت نموذج وهتكمل، انت نموذج والناس بتمشي وراكم. فلما بيلاقيك لو انت حد معروف وبيلاقيك مهمل في اسنانك يقول لك عادي ما ده فلان سايب سنانه. انت المفروض ما دام نموذج دايما والناس بتتبعك، خليك ما دام ربنا اداك الحته دي خليك تبقى مصدر هدايه للناس في شكلهم في صحتهم. دي هتاخد عليها على فكره اجر، ان انت الناس تشوفك فتهتم بنفسها، ده الناس هتاخد يعني ده هتاخد انت عنه اجر، لان انت بتخلي الناس صحتها احسن وشكلها احسن. في ناس عندها فلقه ببين سنانها فمحتفظه، بيقول لك ده بتاع ده، ده باب الرزق، ده باب السعه، فلق السعه. انا متفق على حاجه. ايه هي؟ ان التجميل بالذات ده حاجه نابعه من الذات. ممكن على فكره جدا يتعمل له سنان شكلها احلى وعنده الفرق ده ويبقى شكلها احلى، بس هو ما يرتاحش. عشان كده دايما بقول للناس ايه، اوعى دكتور تروح له تكشف على اسنانك ويقول لك انت محتاج تجميل وتسمع كلامه. لازم انت اللي تقول انا عايز اعمل تجميل طبعا، ولازم تتحايل عليه. انا بتجيلي الحاله تقول لي انا عايز اعمل تجميل، اقول لها ليه؟ ليه عايز تعملي تجميل؟ اسنانك فيها ايه؟ طب ايه اللي مضايقك؟ ولازم اتناقش معاها علشان اعرف ان انا هحولها، والا ممكن يكون عندها اسباب واهيه وتيجي تعمل لها تجميل والتجميل تغيير ويبقى هي. ما انت التجميل ده 100 حاجه، انت ممكن تعمل تبييض بس، ممكن تعمل علاج لثه بس، ممكن تعمل تقويم. التجميل مش قشره وتجميل وفينير وتركيبات، لا التجميل حاجات كتير قوي. فلازم تسال الحاله وتفهم ايه اللي مضايقها وتعرف تحل لها الموضوع. ففكره ان 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 واحد مبسوط بشكل اسنانه حتى لو وحشه، بعيدا عن الاعلاميين يعني، لا انا ما بنصحش ان هو ينصح ولا حد، لا انت لازم تكون انت اللي عايز، لازم تبقى نابعه منك. تعالى بقى اسمعك ابو العريف. في الزراعه، في الزراعه ده عندك كمان ابو عريف في الزراعه. ابو العريف كل حاجه يا رب بقى. ده مش في الاسنان بس، ده ابو العريف في كل برشات. ما انا عارف، بس انا قصدي في الزراعه كمان. لا ده الحته دي الفاتي فيها للصوت. اما نشوف بقى، اما نشوف هيقول ايه. نسمع ابو العريف ومنطقه حول هذا الامر. ربنا يستر. تعال نسمع مع بعض. ربنا يستر. يا باشا كل ما عدي على مكتبه ألاقيه فتح الانترنت بيسريش على مركز أسنان وقاعد يقارن. ما كانوش درسين هتزرعهم، هي عملية زرع قلب؟ ده انت مهولاتي صحيح. مش ده التخصص يا حبيبي اللي تدور فيه وتقارن بين الدكاترة والمراكز؟ الأسنان معروفة وحاجتها معروفة، لا هيفرق فيها المكان ولا الدكتور. قصتها ملمومة، أي دكتور هيزرع لك الجدر ويشبط فيه التاج. فيها حرفنة يعني أكتر من كده؟ قال طب والخامات؟ قلت له دي كمان فيها برندات، مش هيفرق النوع، اللي ليك إنه يكون شبه سنانك والسلام. ربنا مسهلها على العالم والعالم بتعقد نفسيها. ده من اشهر البيهيفير عند كتير من الناس طبعاً. اللي هو ايه يا عم، هو فيلم اي صاحبي اللي جنبي صاحبي فلان. على فكره في دلوقتي ترند في السنان وفي التجميل اللي هو بعمل عند صاحبي. دي كارثه. في ناس في لو شفت دراما رمضان اللي فاتت، الصحاب دول هم اللي دمروا كتير، هم اللي بوظوا كل حاجه، هم اللي بوظوا كتير من الستات اللي طلعوا. طيب صاحبي تخصصه ايه؟ لا ما صاحبي بقى هسأله. دكتور سنة؟ لا ما احنا اتفقنا. صاحبي انت تخصصي ايه يا صاحبك؟ تخصصك ايه؟ ده سؤال هتسأله لحد. ايوه هسأله لصاحبي. انت مش هجاوبك، هقول لك انا دكتور سنان. ما فيش حاجه اسمها كده. ما هو هيك يا صاحبي قول لي، لو انت تخصص زراعه هعمل معاك. امين. تخصص تقويم، لما ابني ولا بنتي عايز يعمل تقويم اعمل معاك. تخصص علاج لثه، لما احتاج علاج لثه اجي لك.
تخصص علاج عصب اجي لك هتعمل لي علاج عصب. انت صاحبي يا صاحبي قول لي انت تخصصك ايه عشان اجي لك. طب الاسنان تخصصات. والناس اللي عملت تجميل وحصل عندهم مشاكل وبقى شكلهم بقوا منتقدين على الشاشه، الحمد لله 99% منهم عادوا اسنانهم معانا وبقى شكلهم طبيعي. ونشوف ناس كتير هيلاحظ، في ناس كتير هتلاحظ ان في فروق في بعض الناس من رمضان اللي قبل اللي فات ورمضان اللي فات، هيلاقوا فيه تغييرات. احنا الحمد لله كنا ورا جزء كبير منها. نورتنا. انا ببسط قوي. انا الحوار معاك عندك كل يوم، بس في ملفات كتير. لا انا معاك خلاص، في ملفات كتير هنفتحها. لان احنا بصوا احنا في قضايا، في ملف مهم لازم نفتحه، السوشيال ميديا ودورها طبعا. في عالم في اللخبطه بتاعه الوضع مصر، هل مصر المنافسه السياحه العلاجيه الموجوده في مصر دي، ده ملف من الملفات طبعا. اللي انا عايز اتكلم معاك فيها، وايه فاسيليتي وايه الافكار عن السياحه العلاجيه اللي ممكن تتعمل في مجال طب الاسنان. دي حلقه دي بقى ايه حلقات دي عمال عمال اقول لك على حلقات هنعمل هنا السياحه العلاجيه دي حلقه، خلينا نعملها في الناس الحلوه ارجوك، خلينا نعملها في الناس الحلوه يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. ماشي خلاص يعني هتبقى لحد، لكن احنا هنصورها يوم الاثنين ان شاء الله. نورتنا. شرفت بيكو بيكو. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم الامل واحد من ميجا ستارز هذا المجال، الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك والمدرب المعتمد بجمعيه دوليه للتصوير الرقمي، كان ضيفي في الدكتور كالعاده الخميس برونقه واطلالته المختلفه المتميزه. علم كثير ستسمعونه فقط في الدكتور. أطلقت شركة نوفارتس فارما مصر المؤتمر الصحفي عن العقار الجديد المعتمد من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لعلاج مرضى سرطان الثدي الهرموني المتقدم ممن لديهم طفرة في جين PIK3CA، والذي قد تم اعتماده حديثاً من قبل هيئة الدواء المصري للتداول المحلي. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتطوير علاجات دقيقة مصممة خصيصاً لكل حالة مرضية بالاعتماد على الملف الجيني لكل مريض ومدى استجابته للعلاج. قبل ما نبتدي المبادرة كانت نسبة الحالات سرطان الثدي المتقدم اللي بيطلق على المرحلة الثالثة والرابعة مجتمعين كانت في حدود 60%، كان في بعض التقارير بتقول أكتر من كده، بس احنا عملنا إعادة دراسة لكل الدراسات اللي نشرت فلقينا أنه في حدود 60% لغاية سنة 2018. احنا بدينا مشروع التشخيص المبكر الخاص بمبادرة السيد الرئيس في أول شهر 7 سنة 2019. عملنا تحليل للبيانات بتاعتنا في أول شهر 7 2021 بعد مرور سنتين 24 شهر، استقبلنا فيهم ما يقترب من 11 مليون سيدة بهدف الكشف، اللي جم بهدف التوعية والكشف كانوا أكتر من كده. شخصنا فيهم 4000 حالة سرطان ثدي. المهم جدا بالنسبة لنا أن أنا أبلغ حضراتكم إنه حالات سرطان الثدي المتأخرة اللي كانت دائما بتطلع في حدود 60%، الحالات اللي كشفوا عن طريق المبادرة حالات سرطان الثدي المتأخر أقل من 30%، وبالتالي كل رسالتي للمجتمع أرجوكم ثقوا إنه المشروع ده مقدم للسيدات في بلدنا، انه التعامل مع 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 برنامج الكشف المبكر الخاص بمبادره رئيس الجمهوريه ادى الى ان احنا الحالات المتاخره عندنا بقت اقل بكتير جدا عما كانت من قبل. الشق الثاني اللي يهمنا نقوله، طب انت شخصتني في وقت مبكر بشكل افضل، هتعالجني ازاي؟ هنعالج بشكل افضل برضو، لأن احنا طورنا منظومة العلاج بالكامل وقدرنا نوفر للسيدات كل الأدوية اللي ممكن تزود نسبة الشفاء بشكل ملحوظ كلها دخلناها في قائمة بروتوكولات العلاج. الحقيقة النهاردة احنا سعداء جدا جدا بإطلاق هذا المؤتمر اللي هو بيطلق أول علاج موجه أو مشخصا لأورام الثدي الإيجابية للهرمون. كنا زمان بنعالج الناس كلها حاجة واحدة، بعد كده قلنا ان اورام الثدي ثلاث حاجات، اورام الثدي ثلاثية السلبية والإيجابية الهرمون والهيرتو بوزيتيف،
الإيجابيين للهرمون دول بيمثلوا حوالي 70% من مريضات أورام الثدي. إحنا مهم جدا 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 في هذا العلاج إن هو بدأنا ما نعالجش كل الناس زي بعض، بنكتشف إيه الطفرة الجينية المحدودة في هؤلاء المرضى، وبالتالي نقدر ندي العلاج المخصوص للسيدة دي بعينها، وبالتالي نوصل لنسب شفاء عالية جدا وبجودة حياة كويسة جدا وبأثار جانبية قليلة جدا بالمقارنة بالعلاج الكيميائي اللي إحنا بنحاول نبعده قدر المستطاع. النهارده المؤتمر بيناقش موضوع مهم قوي في سرطان الثدي، وهو اكتشاف جين جديد في طفره بتحدث منه في انسجه سرطان الثدي، واكتشاف العلاج اللي بيوقف الجين ده اللي بينشط الخلايا ويخليها تتكاثر ويؤدي الى انتشار اورام الثدي. هو الحقيقه العقار ده اجريت عليه دراسات كتير علميه، و مجمل الدراسات أثبتت فعالية العقار ده بنسبة إحصائية جامدة، وإن أكتر من 40% من الناس السيدات اللي عندهم ورم منتشر وتلقوا العقار ده في وجود الطفرة الجينية، لا نسبة شفاء فيهم زادت جدا، ونسبة البقاء بدون ازدياد في المرض زادت ووصلت لسنوات عديدة مع أثار جانبية مقبولة. يعني الحقيقة مرضى السرطان في مصر إحصائيا احنا ماشيين زينا زي الإحصائيات العالمية، وهي ويمكن أقل كمان، إحنا موجود عندنا 50 سيدة لكل 100,000. إذا عرفنا إن الإحصائيات العالمية في بعض الدول الغربية مثلا عندهم 100 لكل 100,000، فإحنا المعدل بتاعنا هو في المعدلات العالمية، ومفيش بالعكس يمكن أقل شوية من المعدلات العالمية. بيحصل بقى على أرض الواقع حاليا الحقيقة بالنسبة لمريضات سرطان الثدي، بيجدوا رعاية الحقيقة غير مسبوقة ومدعومة بالحقيقة من الدولة بدون سقف. فالنهاردة المريضة السرطان الثدي أصبح بتتعالج بأحدث الأجهزة، أولا الأجهزة اللي بتستخدمها أحدث الأجهزة في التشخيص وفي المعامل دي متوفرة، كمان أحدث بروتوكولات العلاج الحديثة اللي فيها أدوية غالية جدا، علاج موجه، علاجات جينية. ده حصل عن نتج عنه ايه؟ نتج عنه زياده كبيره في نسبه الشفاء، ونتج عنه ايضا مهم جدا ان نسبه المريضه اللي عايزه اللي كانت قبل كده بتعمل استئصال للثدي دي قلت خالص، يعني اصبح بالنظم الجديده فوق 90% من المرضى ما بيحتاجوش استئصال الثدي، ودي حاجه كانت بتؤثر نفسيا على المريضه بطريقه سلبيه. ف كده احنا بالحقيقه باللي احنا بنقول التطورات اللي بتشهدها مصر دلوقتي في علاج الاورام عموما وعلاج اورام الثدي، لا في طفره كبيره، حسن نسب الشفاء وقلل من نسب اجراء جراحات الاستئصال الجذري للثدي في نسبه كبيره جدا من السيدات. نوفارتس موجوده في مصر بقى لها اكتر من 60 سنه، احنا بنقدم احدث الادويه لعلاج سرطان الثدي بقى لنا سنين طويله. الطفره العلميه اللي حصلت في السنين الاخيره نوفارتس جزء كبير منها الحقيقه ان احنا بنقدمه من علاجات لمريضات سرطان الثدي الانتشاري المتقدم، هو افضل ما توصل اليه العلم، وده نتيجه بحث علمي طويل جدا. بس الحقيقه احنا مش بيقف دورنا عند تقديم احدث وافضل الادويه بس، احنا كمان في مصر بالذات دورنا بيشتغل على ازاي نقدر نساعد في رحله المريضه من بدايه التشخيص لحد تلقي العلاج وحتى بعد تلقي العلاج. السنتين الاخرانيين دول احنا كمان اشتغلنا بشكل كبير جدا مع وزاره الصحه. الحقيقه المجهود اللي بتقوم بيه الدكتوره هاله والفريق اللي شغال معاها في المبادره الرئاسيه لصحه المراه ادانا حافز كبير جدا ازاي نقدر نقدم ما هو اكتر من تقديم الادويه. الحقيقه احنا طبعا اشتغلنا معاهم ازاي نوفر احدث الادويه دي في البروتوكولات الحديثه، لكن كمان بنشتغل معاهم على اكتر من زاويه، بنشتغل معاهم ازاي نرفع كفاءه الكوادر الطبيه حسب توجه وزاره الصحه، وازاي نقدر نعمل برامج لدعم المرضى. النهارده بنقدم برنامج اسمه سندك، هنعلن عنه النهارده لمجموعه الاطباء اللي موجودين، اللي بنوفر فيه التحليل اللي تقدر المريضة تعرف إن كانت من الأربعين في المية اللي هيستفيدوا من العقار اللي احنا الجديد اللي احنا بنقدمه النهاردة ولا لأ، وبنقدم ده عن طريق الأطباء المعالجين. سرطان الثدي الانتشاري الهرموني هو بيعتمد ان الخلية في الأساس بتعتمد على هرمون معين، وبالتالي بداية الخطوط العلاجية هي انك بتدي دواء مثبط للهرمون. اللي بدأ يتطور في السنين الأخيرة هي العلاجات الموجهة بقى، بدأنا نشوف هو ايه التحور الجيني اللي حصل للمريضة دي ونبدأ نديها علاج موجه يشتغل على التحور الجيني ده.
يمكن تفتكروا من كام سنة قعدنا مع بعض وعملنا أطلقنا عقار الريبوسكليب اللي كان بيشتغل على التحور الجيني ده. اللي احنا جايين نقدمه النهاردة ان المريضات دول اللي هيجي لهم وقت من الأوقات ويبقوا مش قادرين يستفيدوا من العلاجات اللي موجودة قبل كده، العلاجات الموجهة، هنعمل لهم التحليل ده، ولو طلع التحليل ده إيجابي فيقول إنها تستفيد من علاج معين موجه، بنقدم لهم عقار الألبليسيب اللي احنا النهاردة جايين نطلقه في مصر. خلينا نبدأ الأول إيه اللي بيميزه كويس. اللي بيميزه إن هو بقى عندي تحليل يقول لي المريضة هتستفيد ولا لأ، يعني بقى علاج مشخصاً للمريضة دي، مش بندي العلاج ونشوف الدنيا هتمشي إزاي، لأ بقينا عارفين نسبة كبيرة جداً إن المريضة دي طالما طلع تحليلها للجيني ده إيجابي هي هتستفيد منه. العقار له أعراض جانبية طبعاً زي ما كل العقارات لها أعراض جانبية. السؤال دايماً في علاج السرطان هي بعد ما يحصل الأعراض الجانبية دي هي المريضة هتقدر تعيش حياة طبيعية ولا لأ؟ واللي بيقدمه عقار الألبليسيب إن المريضة تقدر تعيش حياة طبيعية، تقدر تاخد دواها وتقوم وتنزل شغلها وتاخد بالها من بيتها وتعمل تعيش الحياة اللي كانت عايشاها قبل تلقي العلاج، وده مختلف تماما عن اللي كانت المريضة بتواجهه لما بتاخد العلاجات الكيماوية التقليدية. FDA looked at the data that was generated in a clinical trial called SOLAR-1. SOLAR-1 is a phase 3 trial where 341 women were treated in two groups. In one group they got new therapy, Piqray, with an older drug called fulvestrant. And in another half, patients got fulvestrant and placebo. By comparing these two groups, we were able to show that patients who get the new drug stay on treatment 2 times longer. This new therapy is given as in a pill form, and the patient takes 2 pills once per day. And also once every month, they get an injection of this drug called fulvestrant. So by taking the pill every day and the injection once per month, they can actually have a successful treatment without needing to go into the hospital too often and without having the side effects of chemotherapy, for example. So there is no hair loss, there is no fever or bad infections. Overall, the treatment regimen is more tolerable than chemotherapy. It works only in patients where in a tumor we found a mutation, an error basically, in a gene called PIK3CA. 40% of women will have that mutation in their tumor, and only in those patients we can give this new drug. So we call that precision therapy or personalized therapy, where only a subset of patients can actually get the drug that's matched to them. Yes, sir.